هنتكلم عن البيرسونال براندنج او المفروض البيرسونال براند، ونشوف ايه المدخلات بتاعته والاسئله اللي كانت بتيجي فيه وازاي نبتدي فيه ونبتدي نتناقش فيه كده بشكل عام يعني. تمام، خلينا بس نقول حاجه، ان احنا عشان دايما بيكون في ناس اول مره بتستارت معانا، فخلينا نقول كده ان احنا بناخد المفهوم المجمل عن الموضوع، وبعد ما بناخد المفهوم المجمل بنبتدي نشتغل على ان احنا نتناقش ونسمع اسئله وندخل في المداخلات مع بعض، ونبتدي ان احنا ندسكس الموضوع بشكل اوسع بكتير. بس بناخد البيزكس عشان الناس اللي بتكون لسه مش عندها باك جراوند كامله تكون على الاقل استفادت من الشرح اللي اتقال. فهناخد في الاول كده شوتنج كده في الاساسيات بتاع البراندنج والبيرسونال براند بيتبني ازاي وما الى ذلك. بعد كده بقى ايه اللي عنده سؤال بيبتدي يسال ويتناقش وما الى ذلك. تمام، طيب خلينا كده نبتدي في الاول وناخد المفهوم بتاع البراند، وايه الفرق ما بين الجزء بتاع البراند، عشان في ناس بتتلخبط ما بين الجزء بتاع البراند والجزء بتاع البراندنج. تمام، او يعني ايه براند اصلا، يعني ايه في اي مفهوم كلمه براند ومفهوم كلمه براندنج والفرق ما بين الاثنين، او ده ايه وده ايه، وايه الفرق ما بين البيرسونال وما بين البراند كشركه او كمصنع او كبزنس بشكل عام. تمام، خلينا كده برضو عشان الناس برضو بتبقى اول مره، احنا دايما شرحنا بنحاول نكون انه خفيف لطيف، ما فيهوش اكسبريشنز كتير، ما فيهوش كلمات انجلش كتير، بحيث ان الناس تبقى الدنيا بالنسبه لها مفهومه بشكل ابسط يعني. طيب انت بتعمل ايه علشان تبقى او يعني ايه براندنج؟ براندنج ده يعني ايه؟ يعني انا لما دلوقتي اقول مثلا ان ده براند، ده مفهوم ايه؟ تمام، او ده معنى ايه؟ معناه ان انا كيان او شخص، تمام، يبقى هو كيان او شخص معروف، تمام، بالنسبة للجمهور المستهدف بطبيعة، تمام، بطبيعة محددة وتواصل محدد. يعني ايه طبيعة محددة وتواصل محدد؟ طبيعة محددة ان البراند بتاع مثلا ماكدونالدز ده طبيعته معروفة، ده مطعم أكل فده طبيعته معروفة. تمام، طيب بتواصل محدد، إن هو في التواصل عندنا أنواع، اللي هو تواصل بصري، تمام، وتواصل سمعي، وتواصل إيه حسي. تمام، بصري وسمعي وحسي. يعني إيه بصري وسمعي وحسي؟ يعني لما اجي اشوف ماكدونالدز ده، لو شفت اللوجو بتاعها ابقى انا عارفه دايركت، خلاص انا عارف اللوجو ده بتاع ايه، فانا عرفت ان ده الاسم ده او البراند ده او المكان ده. طيب سمعي، لو انا مثلا سمعت صوت ويندوز، تمام، بصري زي مثلا هنقول هنا مثلا ماك، خلينا نقول مثلا ماك، تمام، هنقول مثلا سمعي زي مثلا ويندوز. تمام، لما انت بتسمع، لو احنا اي حد مننا سمع صوت الجهاز بتاعه وهو بيفتح لسه في البدايه، تمام، فهنقول ايه ان ده اول ما بتسمع كده بتقول ايه ده ويندوز. تمام، مثلا لو انت مثلا سمعت مثلا صوت مثلا الاذان، تمام، انت ده انا عارف ان ده تواصل، تمام، تمام، خلينا نقول هنا الويندوز، تمام، الويندوز بتاع مايكروسوفت. نوكيا، لو انت سمعت دلوقتي صوت اي، لو احنا دلوقتي يعني مثلا كام حد من الناس اللي انت تعرفهم عنده موبايل نوكيا؟ تقريبا واحد في كل 100، تمام، بس انت لو دلوقتي جيت فتحت موبايل نوكيا جنبك واول ما الموبايل يفتح سمعت صوته، لا خلاص انت بالنسبه لك عارف ان ده ويندوز خلاص، او ده سوري ده موبايل نوكيا، ده براند، تمام، الاسم معروف. تمام، طيب او التواصل السمعي معاك معروف. طيب الحس اللي هو ايه؟ ان انت بتبتدي تحس بالبراند نفسه كلوياليتي. يعني ايه؟ زي بالظبط كده
ابل مثلا، تمام؟ اي حد بيشتري ابل هو علشان بيحس بتواصل ما بينه وما بين البراند ده، بلويالتي ما بينك وما بينه، انت منتمي للبراند ده، بتحب البراند ده، انت بتروح تشتري هدوم من مكان معين، فانت بتجيب من المكان ده عشان فيه تواصل حسي ما بينك وما بينه. ساعات كده بتيجي تخش اي محل براند او اي حاجه تقول لا انا مش مرتاح، مش عارف اشتري هنا حاجه، والدنيا مفيش تواصل ما بينك وما بين البراند نفسه، تمام؟ فخلينا كده بشكل بسيط جدا جدا، هو تواصل، تمام، كيان او شخص معروف بالنسبه للجمهور بتاعه، تمام، بطبيعه محدده، تمام، وتواصل محدد. التواصل ده بيكون سمعي او بصري او حسي، انت بتحس، واجمالا البصري والسمعي بينضموا اوقات او ساعات بيتقال عليهم في الكونكشنز، في التواصل، في مهارات التواصل، لان ده تواصل برضه حسي، انت السمع والبصر ده حس، تمام؟ فانت اي تواصل ما بينك وما بين الجمهور المستهدف بتاعك، تمام، ده بيكون براند. طيب انت ده دلوقتي ايه الفرق ما بين البراند والبراندنج؟ البراندنج هي الخطوات، تمام، لو احنا قلنا براندنج، تمام، فهي الخطوات، هنا كده ناخدها في شوط تاني، تمام، البراندنج هي الخطوات اللي بتمشي عليها، اللي بتنفذها في البيزنس او الشخص عشان تكون على تواصل، احنا خلاص قلنا ان هو تواصل مع الناس او الجمهور. ده كده لما تيجي تعمل ده، تمام، زي بالظبط ايه، انا ببتدي اشتغل على ان انا احدد يوزر نيم ثابت بيا يكون الناس عارفاه، هبتدي اشتغل على ان انا اختار الوان محدده الناس تشوفها تعرفني بيها، هبتدي اشتغل على الستوري بتاعتي، القصه بتاعتي، عشان الناس تبقى عارفه القصه بتاعتي، فبقى انا الناس حافظة القصه دي، ان دي القصه بتاعتي وما الى ذلك. طيب هل ده كل اللي بيحصل ده اسمه براندنج؟ انت بتعمل خطوات معينه علشان توصل لحته محدده. طب الحته دي اللي هتوصل لها هتبقى ايه؟ هتبقى البراند. يعني مش كل حد بيشتغل على البراندنج بيبقى براند في الاخر. يعني انا دلوقتي بطلع سلالم معينه علشان اوصل لان انا اكون براند. السلالم اللي بتطلعها دي او الخطوات اللي بتمشيها او البروسيس اللي بتمشي عليها او الـ 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 الاشياء اللي انت بتعملها عشان تبقى معروف بالنسبه للناس دي اسمها براندنج. لما توصل للتارجت بتاعك فانت هنا ده الهدف بقى بتاعك، ان انت الهدف بتاعك ان انت تكون معروف في المجال بتاعك بالنسبه للجمهور، تمام؟ احنا يعني كده بناخد التفصيله العامه لمفهوم البراند والبراندنج علشان لما تيجي تشتغل على بيرسونال براندنج او البيرسونال براند بتاعك عشان توصل للاوبجكتيف بتاعتك تبقى انت عارف مفهوم البراند اصلا ايه، تمام؟ طيب انت دلوقتي لو انت ماشي في الشارع، اوكي، ولقيت فيه على يمينك ماكدونالدز، تمام، ولقيت على شمالك محل تاني اول مره تشوفه، تمام، ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ الفرق ما بين ده وما بين ده خطأ. حاجات كتير انت بتكون مش مدركها، لكن في نفس الوقت انت كواحد بتاع بيزنس، انت كواحد بتاع بيزنس بتبقى فاهم ده. انا كبتاع بيزنس او ببقى فاهم ايه الفرق بقى ما بين ده وما بين ده، او انا دلوقتي علشان انا ايه اللي هيخليني اتعب نفسي وافضل اشتغل على ان انا اعمل براند ايدنتيتي او صوره في مخيله الناس، وابتدي اشتغل على ان انا احدد الالوان بتاعتي والتزم بالكلام بتاعي يبقى معروف، وابتدي اثقف نفسي بشكل كبير وما الى ذلك، ايه بقى اللي هيفيدني؟ يعني انا ايه، تمام، خلينا نقول كده السؤال، ايه اللي هستفاده من كده، تمام، ايه اللي انا هستفاده من كده؟ انا دلوقتي ايه اللي هيخليني استفاد من اللي انا بعمله ده عشان انا اعمل براندنج بقى ومش عارف ايه والكلام ده؟ اول حاجه الثقه في منتجك، تمام، او خدمتك. يعني ايه الثقه في منتجك او خدمتك؟ تعال كده دلوقتي لو احنا قلنا مثلا حد مشهور جدا كبيرسونال براندنج، تمام، وقلنا الشخص ده بيستفيد ايه، تعال كده مثلا نشوف ان ايلون ماسك مثلا، تمام، ده حد بيرسونال براند،
تمام، معروف، شخصية معروفة. الشخصية دي الناس اللي بتتابعها والناس اللي عارفاها والناس اللي بتثق فيها قد 3 مرات من الشركات اللي هي عنده. ده شخص اسمه ايلون، تمام، عنده 3 شركات، تمام. ال3 شركات دول كبار جدا، بس اسمه هو اكبر ب3 مرات من ال3 شركات دول. لو انت جيت عملت عنه سيرش وشفت الشخص ده عدد متابعينه والناس اللي عارفاه والناس اللي بتتراست فيه والناس اللي بتتواصل معاه وما الى ذلك وكل القصص دي كلها، هتلاقيها قد 3 مرات من البراند بتاع الشركه بتاعته. فهنا هنقول ان الشخص، تمام، لازم بيساوي في مجمل 3 شركات، تمام. طيب تعالى كده مثلا نقول، والله انت دلوقتي زي ما كنا احنا بنقول نفس الشارع اللي احنا ماشيين فيه، وعلى يميننا ماكدونالدز وعلى شمالنا محل عادي جدا بيبيع فرايد تشيكن احنا ما نعرفوش، او بيبيع فراخ او اي مكان اللي بيبيع. طيب ايه اللي هيخليك تختار حاجه من دول؟ اول حاجه التراست، ان انت بتثق في المنتج ده، بغض النظر عن الاختلافات، الناس بتحب ماك او ما بتحبوش، احنا بنحاول نجيب اسم براند معروف. طيب ان انا دلوقتي هختار ليه ماكدونالدز؟ لان انا ماكدونالدز بالنسبه لي حد تراست، مكان معروف، منتجاته معروفه، مش هيحصل لي حاجه فيه لما هشتري البرودكت بتاعه وما الى ذلك. فخلاص انت الفرق ما بين او السبب اللي خليك تسعى بشكل كبير جدا ان انت تعمل براندنج عشان توصل ان انت تكون براند، ان انت يكون في تراست، الناس بتثق فيك. فاوريدي ده هيعود عليك بانكم بشكل كبير. انا عارف والله ان الدكتور ده شاطر جدا جدا جدا، ده انا بشوف فيديوز بتاعته على اليوتيوب، على السوشيال ميديا، بشوف له بانرز، بشوف ناس كتير بتتكلم عنه. فخلاص انت خدت الثقه من الناس. ده حاجه، دي حاجه اساسيه وحاجه مهمه جدا جدا، بتفرق معاك في الانكم بتاع شغلك في الاخر. ان انت دلوقتي لو بتكسب وانت مش براند جنيه، فانت وانت براند هتكسر الجنيه ده 3 4 5 6 اضعاف، تمام. طيب فده بيفرق معاك بشكل كبير. حاجه كمان، ان انت بتكون مطلب، تمام. في ناس كتير بيكون عندها الشغف ان هي تكون مشهوره، تمام، البيرسونال براند بيحقق لها ده. فانت هتكون مطلب في الاعلام. يعني ايه مطرف في الاعلام؟ يعني هتكون مؤثر في المجتمع اللي انت فيه. انا دلوقتي حد شاطر جدا جدا كدكتور عظام، اوكي؟ طيب لما انا هكون شاطر جدا جدا كدكتور عظام، هبتدي اطلع في وسائل الاعلام مختلفه، فهأثر في الناس، فهيكون ليا تأثير عليهم. فده مكسب، مكسب بيبني معاك على مدار وقت طويل جدا جدا، ان انت بتكون شخص مطلوب اعلاميا وليك تأثير في المجتمع، تمام؟ فانت هنا مطلوب، يعني هنقول كده مطلوب، تمام، هنقول مطلوب اعلاميا وليك تاثير في المجتمع نفسه. خلاص انت هنا، انت هنا بقيت شخص اوريدي بتكسب، قلنا في مكسب مادي بيرجع لك. خلاص قلنا ان انت كمان بيكون في شخص مطلوب اعلاميا وليك تاثير مجتمعي، تمام. قلنا ايه تاني، او ايه الحاجات الثانيه اللي هتفرق معاك، او انا ايه اللي يخليني اتعب نفسي واقعد اشتغل على البراندنج وما الى ذلك؟ ان انت علاقاتك بتزيد، تمام، جدا، تمام. انت بيكون عندك علاقات مختلفه. انت دلوقتي انا حد معروف في المجال مثلا زي ما قلنا كدكتور عظام، فانت بيتواصل معاك دكتور تاني علشان يبني معاك مثلا، تعالى يا دكتور احنا هنفتح مستشفى كبيره اشتغل معانا، تمام. فبتبني في المستشفى دي علاقات، ان او حتى لو ما اشتغلتش معاه فانت بنيت معاه علاقه، فانت عرفته ده دكتور مشهور في مثلا في الباطنه، تمام، او ده حد شاطر جدا. تعالى ناخد مثلا على مستوى السكيلز بتاعتنا احنا، او ناخد اكزامبل على قدنا. تعالى مثلا انا دلوقتي حد مشهور جدا في الكونتنت، اوكي. طب انا اعرف حد زي ما كنا بنتكلم في اللايف او في الميتنج بتاع الميتنج بتاع الفريلانسنج، لما كنا بنشتغل كفريلانسنج، قلنا ان انت لما يكون ليك علاقات مختلفه ده هيفرق معاك جدا في الانكم بتاع الشغل. انا دلوقتي حد شغال في الكونتنت ومشهور جدا جدا ان انا بكتب كونتنت كويس. دلوقتي جه حد عايز مثلا عامل بيزنس، عامل ويب سايت، والويب سايت ده محتاج يتعمل له كونتنت ويشتغل عليه كاي سي او. طب انا واحد بتاع اي سي او، خلاص ده في حد اعرفه بتاع كونتنت كويس، فهتواصل معاه اقول له خد البروجكت ده اشتغل عليه،
فالعلاقات، فبنيت معاه علاقه، فانت بقيت تعرف بتاع كونتنت، تعرف بتاع ميديا باير، تعرف بتاع ميديا استراتيجي، تعرف بتاع شوتينج وفوتوغرافر، تعرف حد بتاع ديزاين، فعلاقاتك بتفرق. والعلاقات دي مع الوقت بتسهل لك شغل، بتسهل لك طرقك، بتسهل لك الكوميونتي بتاعتك، بتمبروف معاك في اسمك، وبتمبروف معاك في مجالك بشكل عام. طيب ايه تاني انت بتبنيه، او ايه تاني هتستفاده من الكلام ده؟ ان انت بيكون عندك دايما، تمام، خلينا كده نقول ان انت دايما عندك عميل. بعض المشاكل اللي بتواجه اي بيزنس انه دايما مش بيلاقي عملاء، او الناس مثلا حد شغال كونتنت يقول لك والله طب انت لو لقيت حد عايز حد يكتب كونتنت قول لي وانا اكتب وانا ورشحني. طب ما انت لو انت ليك بيرسونال براند اوريدي ده هيكون بالنسبه لك سهل، تمام. كل الكلام ده فيه كده مقوله مهمه جدا، او في حاجه مهمه عايز نقطه بعد الكلام ده هقولها هتكون مهمه جدا جدا عن الثلاث الفقرات اللي احنا اتكلمنا فيهم دلوقتي دول، وهي العمود الاساسي بتاع الكلام ده. انت دلوقتي خلاص هيكون دايما عندك عميل، هيكون انت عندك دايما اولويه. انا بدل ما يخليني اروح لحد ما اعرفوش، لا يا عم احنا نروح نودي البيزنس بتاعنا نشتغله عند حد معروف ليه اسم وعنده خبره في المجال. طيب ايه تاني ممكن ان احنا نشتغله؟ عندك الجزء بتاع الاسعار، تمام. انا دلوقتي لو انا رايح اشتري حاجه من مكان ما اعرفوش، غير لما اشتري منتج او سيرفيس من مكان معروف اوريدي انا السعر بتاعه، ايا كان السعر بتاعه هيكون ليه مبرر. يعني زي ما انت بتشتري مثلا هدوم، تمام، فلما هتروح تشتري من مكان براند مش هتفاصل في اسعاره، مش هتقول له ليه دي ب 500، ليه دي ب 1000، ليه دي ب 700، ليه دي ب 300. عكس لو انت دخلت اي مكان عادي جدا ولقيت المكان ده او ما تعرفوش ومحدش يعرفه، وبدات تسال في الاسعار بتاعته، هتبتدي تسال انتوا ليه عندكم الحاجه غاليه كده، تمام. هتسال ليه؟ لان ده حد مش معروف. فالبيرسونال بيودي حته البرايسنج بتاعك في حته تانية خالص، تمام. الاسعار هنقول هنا غير مبرره، ان انت عندك الاسعار بتكون غير مبرره، انت مش هتبرر الاسعار بتاعتك. في نفس الوقت، تمام، لازم يكون عندك الخبرة، لازم يكون عندك النوليدج، لازم يكون عندك اللي تقدر تقوله للناس واللي الناس تكون مقتنعة بيه عشان ما تسألكش. يعني دلوقتي انت عندك اسعار غالية، اوكي، او انا بكتب الكونتنت ده بسعر غالي، بعمل الديزاين ده بسعر غالي، انا بعمل الميديا باينج بتاعي او شغل الميديا باينج بشكل مختلف، تمام. طب ليه؟ لا، انا حد ليا نتائج مسبقه وببتدي ابني نتائج مختلفه عن اي حد تاني، تمام. فدي كده اساسيات مهمه جدا 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 احنا لازم نخلي بالنا منها، ولازم نكون عارفين ان الاساسيات دي مهمه بشكل كبير جدا. انت ليه تبني بيرسونال براندنج؟ ليه تشتغل على ان انت تبني بيرسونال براندنج؟ وكمان هتستفاد ايه؟ والخطوات ايه الفرق ما بين البراند وما بين البراند؟ في بقى نقطة تانية بقى مهمة جدا جدا، خلينا كده نتكلم فيها ونحطها كده في خطوط حمراء، اللي هي ايه هي؟ تمام؟ خبراتك العملية، تمام؟ ومدى جودة منتجك، ومدى جودة خدمتك، وفهمك بشكل اساسي، تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي ما بقاش عايز اعمل بيرسونال براندنج كحد ماركتير وانا مش فاهم. ما ينفعش ان انا اعمل مثلا ان انا او اتكلم مثلا في الماركتنج، تمام، وانا اوريدي حد مش فاهم يعني ايه ماركتنج، او انا هتكلم في حاجات انا مش فاهمها. ما ينفعش. انت دلوقتي حد بتفهم في الكونتنت، بتفهم في الاي سي او، بتفهم في البلاننج، بتفهم في الافيليت، بتفهم في الاي كوميرس، بتفهم في اي حاجه، خليك ما تتكلمش في اللي انت فاهمه، وما تشتغلش على اي اجزاء انت مش فاهمها، لان اوريدي هتبان. واي براند بيبتدي يشتغل او اي براند بيطلع هو مش واثق في قدراته، مش واثق في خبراته، مش واثق في الفاليو اللي هو هيديها للناس، يبقى انت هنا
هتاخد لك وقت بسيط جدا جدا، وفي الاخر مش هتكون موجود. تمام؟ الناس بتثق جدا جدا في الشخص اللي عنده خبره. فانت لما تيجي تعمل لنفسك براند وانت البرودكت بتاعتك مش احسن حاجه، فانت هنا بيبقى عندك مشكله كبيره جدا جدا جدا، وهتلاقي نفسك مكشوف، هتلاقي نفسك مفضوح، هتلاقي نفسك مش واضح. فانت قبل ما تفكر يعني ايه براند، قبل ما بتبتدي تشتغل على البراند، قبل ما بتبتدي تقول انا هتواصل مع الناس ازاي، بعض الناس لما بتيجي تشتغل على جزء البراندنج بتبتدي تشتغل على الالوان، على الاسم، على اليوزر نيم، على الشكل العام بتاعها، وبتنسى دايما الشكل الداخلي اللي الناس هتبص ليه اصلا. يعني مثلا انا دلوقتي جيت قلت لك انا انت يا محمد او يا عبد الله يا منى يا ايا كان الشخص، تمام، انت حد كويس جدا جدا في الماركتنج بتاعك، خد اعمل لي الشغل ده. تمام؟ طيب لما انت هتاخد الشغل ده عشان تعمله، انت هتلاقي نفسك في صدام مع نفسك ان حد بيديني الشغل ده عشان اعمله وانا اوريدي مش كفء ليه. تمام؟ فهتلاقي نفسك بتطلع نتائج مش احسن حاجه، هتلاقي نفسك مع الوقت الفويس توم بتاعتك هتختلف، هتلاقي نفسك الورد اوف ماوث الناس مش هتبتدي تيجي عليك، لا ده حد مش احسن حاجه. وساعات ده بيحصل فعليا ما بين البراندز وبعضها. يعني مثلا لو انت بتكتب كونتنت وبعد كده العميل لقاك الكونتنت بتاعك مش احسن حاجه ومش قادر تعمل استراتيجي ولا مابنج ولا قادر تعمل كونتنت ديستريبيوشنز ولا قادر ان انت تعمل له البلان بتاعته بشكل كويس ولا الكونتنت جاب انتراكتيف زي ما هو عايز ولا اي حاجه من الكلام ده، هيروح لحد تاني براند وهيقول له والله ده انا رحت عند كذا ولقيته ما عملش اي حاجه والدنيا مش احسن حاجه. وده بيحصل فعليا في المجال، بيحصل بلاقي ناس تيجي تقول لي انا عرفت عند كذا، خلاص انا مش عايز اعرف كنت عند مين، بس خلينا نشوف الكيس كانت ايه. فهنا اهم بقى حاجه او الجمله اللي عايزك تعرفها او الجمله الاساسيه لو انت طلعت بيها بس من الميتنج ده ولقيت نفسك عارفها، اهم من كل اللي احنا هنقوله، ان انت دلوقتي وجه نفسك والبراند اللي انت محتاج توصل له او شغل البراندنج للحته اللي انت حريف فيها، حتى لو الحته دي صغيره جدا جدا جدا، فانت هتبقى واضح جدا للناس، هتقدر تفيدهم بحاجه اساسيه جدا، فهتلاقي نفسك براند في الحته دي. ما بقاش انا بعمل كل حاجه مع بعض وفي نفس الوقت الاقي نفسي مش مدي اي حاجه النتيجه بتاعتها. تمام؟ طيب فانت لما تيجي تبني براند، تشتغل على البراندنج بتاعك عشان توصل ان انت تكون براند، بلاش ان انت تشتغل في حاجه انت مش عارفها. اوكي؟ طيب انت مش بتشتغل برمجه، ما مش لازم تشتغل تروح تبني برمجه، مش لازم تقول والله انا بشتغل ديجيتال ماركتنج وهعمل لك الكودنج بتاع الويب سايت، انت مالك بالكودنج بتاع الويب سايت؟ ما تعرفش ما تشتغلش على ده. تمام؟ طيب حاجات ثانيه او حاجات اساسيه، ان انت لازم وانت بتشتغل تكون فاهم انت بتقول ايه وبتدرس الكلام اللي انت بتقوله وتكون فاهمه كويس جدا، وعادي جدا ان انت تقول طب هرجع للحته دي واقول لك تعمل فيها ايه او هتشتغل عليها ازاي. حاجه كمان، وانت بتشتغل على الاجزاء دي، بعض الناس لما بتيجي تشتغل اول حاجه بتفكر فيها يلا انا هغير الالوان بتاعتي وهظبط واعمل لنفسي لوجو مش عارف ايه، اطلاقا مش دي البدايه. تمام؟ طيب البدايه ايه او المفروض هنبتدي مع ايه لو انا المفروض بقى هبني خطوات وايه هي الحاجات اللي هبتدي اشتغل عليها؟ اول حاجه شوف الاساسيات بتاعتك. تمام؟ الاساسيات بتاعتك. الاساسيات بتاعتك ده اللي هي ايه؟ انت بتعرف تعمل ايه وهتدي للناس ايه؟ تمام؟ انت كشخصيه، تمام؟ الوضع بتاعك حاليا هيكون ماشي ازاي؟ انا دلوقتي المفروض انا عندي البراند بتاعي، تمام؟ لازما البراند ده او الشخصيه دي تبتدي تتقمصها بشكل يليق معاك، مش تتقمص شخصيات تانية. ما تجيبش ده فلان عنده بيشتغل على الحته دي فانا هشتغلها. كل الناس بتتكلم على الاعلانات وتحليل الاعلانات في بدايه رمضان، طب هل انت ليه تشتغل على نفس الحته اللي الماركت كله بيشتغل فيها؟ طب ما تشوف حته انت كرييتيف فيها بشكل كبير جدا تتكلم فيها وتشتغل عليها. تمام؟ طيب لو انت شبيه بالناس اللي حواليك يبقى انت كده مش براند، يبقى انت كده
اي مش براند. اوكي طيب، فانت لازم اول حاجه تشوف الاساسيات والخبرات اللي هتنقلها للناس او لجمهورك. تمام طيب، دي اول نقطه. طيب تاني نقطه بعد كده بتشوف ايه؟ بتشوف شخصيتك الاساسيه. يعني انا دلوقتي كحد شغال في الماركتنج مثلا، انا دلوقتي بتكلم، انا هبتدي افيد الناس في جزء الاي كوميرس لان دي الحته اللي انا عندي خبره فيها كويس جدا جدا، حلو جدا. طب هتفيد الناس ازاي؟ ايه شخصيتك اللي انت هتبتدي تشتغل عليها؟ إيه التفاصيل بتاعت شخصيتك هتكون عامله ازاي؟ والله انا عندي خبرات وعندي سكيلز معينه، وعندي مثلا اقدر اتكلم مع الناس عن كيس ستادي اللي انا نجحت فيها. حلو جدا، دي شخصيتك، انت بتتكلم عن الكيس ستادي في الاي كوميرس لان انت عندك طبيعي خبره في حته ايه؟ الاي كوميرس. تمام طيب، انت دلوقتي لازم تجمع كمان الاصول بتاعتك انت دلوقتي كشخصيه، المهارات والمؤهلات وشغفك واهتماماتك. يعني انا دلوقتي شخصيتي انا مهتم بالايه؟ بالبيزنس. تمام، بشتغل في التجاره الالكترونيه او الاي كوميرس. تمام طيب، انا دلوقتي عندي مثلا واخد مثلا شهادات في مثلا العلوم الانسانيه مثلا. تمام، انت دلوقتي عشان تبتدي تعرف نفسك لحد لازم تكون عارف انا مين وبعمل ايه. انا حد بتاع اي كوميرس، تمام، بشتغل في التجاره الالكترونيه مثلا من 4 سنين، من 5 سنين، من 6 سنين، ايا كان. تمام، حققت نجاحات مع براندات معينه زي 1 2 3 4، وبدات اشتغل على الايه؟ البراندات بتاعت شركات مثلا في مصر، وبدات بعد كده اشتغل على براندات مختلفه بره مصر. خلاص انت بنيت الستوري بتاعتك وبنيت الشخصيه بتاعتك نفسها. تمام طيب، انت بقى المفروض هتحدد ده ازاي؟ لازم كمان تحدد، تمام، هدفك ايه اصلا ورؤيتك في المجال. تمام، هل الحاجات دي اللي احنا بنقولها دي مهمه؟ يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده مهم والمفروض ان انا اشتغل على الكلام ده، انا كده ده بالنسبه لي حاجه مهمه ولا لا؟ او دي حاجه مهمه والاساسيات من قبل ما تبتدي اصلا، او ده شغل البراندنج في البيز في الاساسي. لازم تحدد انت مين بتعمل ايه، الاوبجكتيف بتاعتك ايه، رسالتك بتوديها للناس. يعني مثلا انا دلوقتي بتكلم ان انا المسجز بتاعتي ان احنا بننقل الخبرات العمليه بتاعتنا للناس اللي استادنت عشان ما تمرش بنفس الاخطاء اللي احنا مرينا بيها، ولما يتفادوها هيكسبوا خبرات اكتر وبشكل عملي. دي مسج. حد تاني مثلا بيقول والله المسج بتاعتي ان احنا نطلع الناس مثلا باكسبيرينس معينه، وما الى ذلك. انت عندك رساله معينه بتديها في المجال، فانت ايه هدفك ورؤيتك في المجال ورسالتك نفسها؟ انت محتاج تعمل ايه؟ انت موجود ليه عشان تفيد الناس؟ ايه رسالتك اللي انت محتاج توصلها؟ تمام طيب، انت محتاج توصل الرساله دي ومحتاج توصل الشخصيه بتاعتك دي. طب ايه التولز بقى، الادوات، تمام، والطرق اللي هتشتغل بيها في الجانب ده؟ هتوري ده للناس ازاي؟ والله انا هوري ده للناس ان احنا المفروض عشان نودي رساله للناس معينه ان احنا نعمل معاهم مثلا ميتنج كل اسبوع، نبتدي مثلا نعمل فايلز نوديها للناس بحيث الناس تقرا وتتثقف بشكل اكبر، نعمل كيس ستادي ونبتدي نوزعها على الناس وننشرها على بلاتفورمز مختلفه، نبتدي ان احنا نعمل مثلا ايفنتس مع كيانات مختلفه وما الى ذلك. الانتراكتيف بقى اللي هتحصل، تمام، الخطوات بقى اللي هتحصل ايه الخطوات اللي انت هتبتدي تشتغل عليها؟ طب دي الخطوات اللي انا هعملها والحاجات والادوات اللي انا جهزتها. خلاص جهزت الاجزاء بتاعتي وعملت كل حاجه من الحاجات اللي انا محتاج اسسها. طيب ده هتجي تبتدي تشتغل على الايه؟ العملاء نفسها، تمام، والتارجت بتاعك. تمام، انا دلوقتي ايه؟ مين العملاء بتوعي؟ والله انا العملاء بتوعي مثلا لو انا بشتغل في الكونتنت، تمام، والله الشركات الناشئه مثلا، تمام، البيزنس مثلا المحلي او اللوكل، تمام، مطاعم بقى، كافيهات، مثلا ستورز، محلات هدايا،
اي حاجه من الحاجات دي، دي الناس اللي انا بستهدفها، او مثلا بستهدف الشركات الكبيره، تمام، الشخصيات العامه، تمام. مين التارجت؟ الطلاب، المدرسين. مين التارجت اودينس اللي انت محتاج تديهم الكلام بتاعك؟ انا محتاج دلوقتي اكتب كلام على السوشيال ميديا، اكتب كلام على بانر، على رولرز، اوجه مسج معين، هتوجهها لمين؟ مين الناس اللي انت عايزهم يكونوا الفانز بتوعك، يقروا الكلام بتاعك، ياخدوا النولج بتاعتك ويقولوا والله ده النولج دي هتفيدنا بشكل كبير. مين الاودينس بتوعك؟ تمام، لازم انت تفكر في الاودينس بتوعك بشكل كبير. مين الناس اللي انت هتبتدي تفيدهم؟ الناس دي مكانهم فين؟ مكانهم فين؟ تمام، الناس دي والله لغتهم ايه؟ تمام، لغتهم ايه؟ هنا مش المقصود بيها بالظبط عربي ولا انجلش ولا فرنش ولا ايه، مقصود بيها الفويس تون. يعني مثلا احنا دلوقتي بنتكلم مثلا على في الماركتنج، اوكي، طيب هل الناس اللي هتكلم معاه هتبتدي تفهم بالاكسبريشنز والمصطلحات بقى، ونخش بقى في التيرمز ومش عارف ايه والكلام ده، ولا نشرح المواضيع بشكل بسيط؟ لا والله احنا محتاجين الناس اللي تشرح او محتاجه تفهم بشكل بسيط، لان الناس دي محتاجه تفهم بشكل كبير، وهتاثر بعد كده في المجال، فهتبقى بتساعد المسج بتاعتنا انها توصل. تمام، طيب الناس دي ايه بقى نقطه التشانلز او التشانلز بتاعتهم اللي انت محتاج تعمل ده؟ تمام، الناس دي ايه الاحتياجات بتاعتهم؟ تمام، الناس دي محتاجه ايه بالظبط؟ تمام، ايه الحاجات اللي هم محتاجين يوصلوا لها؟ تمام، انت محتاج تحدد ده بشكل كبير جدا. طب انا دلوقتي بتكلم في الماركتنج والاودينس بتوعي الطلبه، عشان اوصل لهم الخبرات بتاعتي في مسج، وده هيتم ببروسس عن طريق ايفنتس ولايفز وما الى ذلك. تمام، فخلاص انت بنيت الهيكل بشكل كامل، انت فهمت الاطار بتاعك بيبقى ماشي ازاي. طيب بعد كده، بعد ما انت بنيت الكلام ده وفهمت المفروض انت هتعمل ايه والخطوات اللي انت محتاج تبتدي تشوفها، بتشوف مين المنافس بتاعك على نفس العملاء، او مش هنقول العملاء، المتابعين او المستنفعين منك، الناس اللي انت هتفيدهم. انا دلوقتي الناس المتابعين بتوعي مين اللي هيكون قصادي؟ يعني مثلا زي ما احنا كنا بنقول مثلا ايلون ماسك قصاده جيف بتاع امازون، تمام، مين بيخطف الانظار اكتر؟ تمام، مين بياخد وجهه الناس اكتر ولفت نظر للناس؟ تمام، في نفس الوقت لما هتشتغل على ده وتشوف مين الناس اللي انت بتبتدي تكلمهم وتوجه لهم المسج بتاعتك وما الى ذلك، بتبتدي تحدد مين الناس اللي بينافسوك على نفس الاودينس دول، او نفس العملاء بتوعك، او نفس المتابعين بتوعك، وتبتدي بعد كده الخطوه اللي بعدها تبني رساله مؤثره للناس من قصتك، اوكي. وبعد ما تأثر في الناس دي تبتدي توجه لهم الاحتياجات، الحلول لاحتياجاتهم، اوكي. خلاص انت فهمت مين الاودينس ومين بينافسك فيهم وبيكلمهم ازاي والفويس بتون بتاعهم وما الى ذلك، بتبتدي تأثر في الناس دي بشكل ايجابي. انت الناس دي محتاجه ايه؟ الناس دي ايه الحاجات اللي محتاجه تسمعها؟ ايه التفاصيل اللي محتاجه تبنيها عند والحاجات اللي هي محتاجاها؟ طب ايه تاني؟ ايه تاني انت بعد كده بتبتدي بقى المرحله اللي الناس بتبتدي عندها، وهي اصلا في اخر المراحل، بتبني ايه بنقول عليها الايدنتيتي بتاعتك، اللي هي الصور بتاعتك والالوان، وبتبتدي كمان تبني الشخصيه المرسومة في نظر الناس، تمام، او هنقول بدل نظر الناس العملاء بتوعك، وتبتدي تكريت الشخصية بتاعتك في وش الناس. مين الناس اللي محتاجة ان انت يشوفوك
ومحتاج ان هم يفهموك بالشخصيه دي وبالمنظر ده وبالمسج دي بالفويس تون دي، بيسد الاحتياج ده علشان يكونوا هم عندهم لوياليتي ليك. تمام. طيب بعد ما تبتدي تعمل الكلام، تبتدي تطور في شخصيتك وكلامك واسلوبك بما يتوافق مع العملاء والسوق نفسه. طيب والله انا محتاج اطور من نفسي علشان ابتدي اجذب الماركت اللي انا شغال عليه، محتاج ان انا ابتدي اشتغل على نفسي اكتر علشان لما الناس تيجي تسالني في حاجه ابتدي يبقى انا عندي الاجابه اللي اقدر اجاوبها وما الى ذلك. تمام. فانت محتاج تبتدي تشتغل على ده، وطبعا في الاطار ده تبتدي تبني السوشيال ميديا بتاعتك وتبني الويب سايت بتاعك وتشوف الناس دي بتمشي ازاي، وتبتدي تبني محتوى. تمام. استراتيجيه محتوى، وتبتدي وتنشر الرساله بتاعتك ومحتواك. اوكي. وتبتدي تبني الكلام بتاعك ده. كده باختصار يعني شديد جدا جدا ازاي تبني البيرسونال بتاعك، التفاصيل اللي تمشي عليها، الخطوات سريعا، لازم يكون عندك ايه الحاجات اللي انت ما تقعش فيها، لازم طبعا يكون عندك نوعيه من الكونتنت بتقدمها. انا بقدم فيديوز لايف كل يوم، بعمل تكست بتتكتب كل يوم، نصايح سريعه، ببتدي اعمل مثلا بودكاست علشان الناس تسمعني بشكل كبير، وابتدي اطور من اسلوبي واطور من الاستراتيجيه بتاعتي، وابتدي اتكلم مع الناس وابتدي ابني الكوميونتي بتاعتي، يبقى انا ليا الجمهور بتاعي اللي بيسمعني وبيتعامل معايا. بعض البراندز بتبتدي تشتغل على نفسها لمده 3 4 سنين، وبعد كده بتبتدي تشتغل ماركتنج على نفسها، تبتدي تست السوق، تست الفويس تون، تبتدي تست الكونتنت بتاعها ايه اللي بيتوافق مع الناس، يبتدي يتست اكتر من تارجت اودينس، يبتدي يكلم الناس باكتر من طريقه، يبتدي يتعامل مع الناس بطرق مختلفه. يعني مثلا لو انت شفت حد بيتكلم عن الانجليش مثلا، تمام، بيبتدي يعلم الناس ازاي تنطق انجليش، الراجل ده عشان يعمل كده قعد يدرس 2-3 سنين للطلبه فور فري، قعد يبتدي يدرس لاكثر من طبيعه اودينس، قعد يبتدي ان هو يعمل فيديوز ويوزعها للاودينس اللي هم بياخدوا معاه كورسز بس، عشان يشوف اني اكتر فيديوز اثر فيهم والناس فهمت في ايه. فضل يكتب مذكرات ويكتب نصايح سريعه علشان يبني بعد كده منها، لما يجي يكتب وينزل بكتاب او ينزل بملخص عن حاجه معينه وما الى ذلك. فالناس دي بتبتدي تشتغل في السيكريت، وبتبتدي تشتغل على نفسها ويشتغل على اللي حواليها واقرب الناس ليها بشكل كبير، وبعد كده تبتدي انت تسمع عنهم، تبتدي تشوف الناس دي تقول ايه ده؟ الله، الناس دي عامله شغل جامد جدا، والناس دي طلعت كده مره واحده، الناس دي ما طلعتش مره واحده، الناس دي فضلت تشتغل في الاطار المحدود اللي تقدر تخدم فيه، وبعد ما بانت في الاطار المحدود اللي بدات تبني فيه، بدات بعد كده توصل ليك، بدات بعد كده توصل ايه ليك، علشان تقول لك والله انت تبتدي ان انت تعرفهم وتبتدي تشوفهم بالفاليو الاخيره. بايه بالفاليو الاخيره؟ يعني انت الناس دي وانا واحد من الناس دي وناس كتير غلطت في 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 فويس، غلطت في 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 طريقه كلام، غلطت في كتابه، غلطت في كوميونيكيشن ما بينها وما بين الناس، غلطت في شرح حاجه، غلطت في معلومه، سقطت معلومه، لازم بنعدي بالدروبس دي عشان تبتدي بعد كده تاخد الاكسبيرينس بتاعت البراند. تمام. طيب خلينا كده ندردش كده بقى سريعا شويه كده، او ندردش كده، انت لازم تبقى عارف ان ده هيأثر معاك وياخد جزء من حياتك. يعني ايه هيأثر معاك وياخد جزء من حياتك؟ النهارده الجمعه، تمام، هتلاقي ناس كتير النهارده الجمعه في رمضان قاعدين مثلا مع ناس كتير، لا هتلاقي حد تاني بيدي سيشن، هتلاقي حد تاني بيدي لايف، هتلاقي حد تاني عامل ميتنج بيقعد فيه مع الناس عشان يشرح لهم حاجه ويديهم من وقته، هتلاقي الناس مثلا بتروح شغلها كل يوم، هتلاقي الناس بتوع البراندنج لا هو مخصص يوم معين في حياته، في وقته، من وقت عيلته، من وقت شغله، علشان يعمل فيديوز للناس دي، عشان يرد على المسج، عشان يبتدي يشوف الناس بتوعه. فلما هتكون او هتبني البراندنج بتاعك، خليك عارف ان انت هتاخد من وقتك، هتاخد من مجهودك. حاجه كمان هتصرف، تمام، خلينا هنا نكتب الكلام ده، تمام، هتاخد، تمام، خليني كده اقول لك، تمام، هتاخد
من وقتك وعيلتك، تمام؟ هتاخد من مرتبك وفلوسك، اوكي؟ هتاخد من مجهودك وذهنك، اوكي؟ تخيل كده الناس مثلا بتوع البيرسونال براندنج دول ما بيجيش عليهم وقت يبقوا متضايقين، ما بيجيش عليهم وقت يبقوا قرفانين، ما بيجيش عليهم وقت يبقوا زعلانين، ما بيجيش عليهم وقت بيبقى مش عايز يتكلم مع حد، ما يجيش عليهم وقت محتاج يفصل ويخرج كام يوم كده ورا بعض، ما يجيش عليهم وقت محتاج ان هو يعمل اي حاجه مختلفه، بيجي كتير جدا. لكن الشخص ده اختار ان هو يبقى براند، فخلاص هو بيكنسل حاجات كتير وبيدفع وبيغرم، مع بيغرم وقت وفلوس ومجهود. طيب تخيل انت مثلا جات لك كول وانت كبيرسونال براند، وحد بيكلمك يسالك على حاجه، في نفس الوقت ده انت كنت عامل مشكله مثلا مع حد في بيتك، حد في عيلتك، حد في شغلك، حد عندك ازمه معينه ايا كان، هل انت مطالب ان الجمهور بتاعك ده يعرف الكلام ده؟ هل مطالب ان انت لا تتكلم باسلوب غير لائق علشان انت متنرفز ودلوقتي ومتضايق؟ لا طبعا ما تقدرش تعمل ده، فانت بتيجي على نفسيتك، بتيجي على وقتك ومجهودك. دي حاجات ممكن ما تلاقيهاش، او لو لقيتها هتلاقيها في كتب بس مش بنفس الطريقه، لكن الحاجات دي من الارض الواقع، تمام؟ بتوع الناس بتوع اللي هو عنده براند ده بيبتدي ان هو ياخد من وقته، ياخد من مجهوده، ياخد من ذهنه، ياخد من مرتبه، ياخد من عيلته، ياخد وما الى ذلك، بياخد من بيغرم، تمام؟ فانت خليك فاهم ان انت لما هتكون بيرسونال براند او انت بتشتغل على البراندنج بتاعك، هتدفع فلوس، هتدفع وقت، هتدفع مجهود، هتدفع تمام جزء من ذهنك، وممكن اوقات تخسر حاجات كتير وتخسر ناس بسبب ده، تمام؟ مش بس جاست ان الناس بتوع البيرسونال بيعملوا فيديوز. شفت قبل كده لايف لحد بيرسونال براندنج كان بيتكلم في لايف وما الى ذلك، بيعمل فيديوز، تمام؟ طبيعته والفويس تون بتاعته ان هو بيتكلم دايما بيضحك، تمام؟ كل ما يخش الفيديو بتاعه دقيقتين ثلاثه وبيعمل فيديو بيضحك في الفيديو ده. جه حد في الكومنتس بيقول له والله وانت على طول كده بتضحك، انت ما بتزعلش ابدا، تمام؟ طب الشخص ده طب هو ليه قال له كده؟ لان هو فعلا مش بيشوفه، شايفه على طول مبسوط، شايفه على طول شايفه على طول بيضحك، شايفه على طول مش زعلان، تمام؟ طب هو ليه ده بيحصل؟ يعني ليه ده بيحصل، او هو ليه قال له كده، او ده لان هو مش فاهم ان كبيرسونال براندنج انت مالكش دعوه، تمام؟ او مش مالك، ما يصحش ان انت، انا كحد بيرسونال براند اجي اكشر في وشك، اجي اقول لك والله انا مخنوق دلوقتي وتعبان، فانا يا جماعه مش هجاوب على اسئله حد دلوقتي، تمام؟ او انا مش هعمل لايف النهارده. لا، هو خلاص اتحط في 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 في, في ترين معين، في واي معينه، فمضطر ان هو يكمل فيها ويشتغل عليها، تمام؟ ها كمان، تمام؟ هتشتغل على نفسك كتير قوي 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 فوق الشخص العادي، تمام؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت وانت شغال هتشتغل على نفسك كتير جدا. يعني لو دلوقتي في معلومه المفروض توصل في الطبيعي للناس العاديين بكره الصبح، انت لازم تكون المعلومه دي عندك من امبارح. لو انت هتذاكر مثلا الشهر ده مثلا حاجه معينه، تمام؟ هتذاكر مثلا، والله يا جماعه انا الشهر ده المفروض هركز جدا جدا وافوكس في الليرنينج بلان بتاعتي، او في الطريقه اللي انا هتعلم بيها، او الحاجات اللي بتعلمها، ان انا ازاي مثلا اعمل مثلا كونتنت مثلا يتوافق مع الاي سي او، تمام؟ طب انت حد براندنج جدا في الكونتنت، جه حد كلمك على حاجه معينه في الكونتنت لقيت نفسك انت مش عارفها، لا هو ما ينفعش ان انت توصل للليفل ده، فهتضطر ان انت بتذاكر 3 4 5 حاجات مع بعض، فانت لازم هتشتغل على نفسك كتير جدا، هتتابع الابديتس، فانت لازم تتابع الابديت. الكلام ده كمان مش از ماركتنج بس، الكلام ده لاي حد شغال كبيرسونال براند، تمام؟ لازم تتابع البورصه، تتابع لو انت بقى في جزء البيزنس مش وبتتكلم في الماركتنج، فانت هتتابع بورصه، هتتابع اقتصاد، هتتابع اسواق مال، هتتابع كونتنت، هتتابع ديزاين، هتتابع لازم نكون زي ما كده. كان في حد بيقول لي، او كنت بشتغل مع تيم، التيم ده كان بيجي يقول لي
ده شغل اخطبوط، يعني انت تشتغل بثمان اربع حاجات كده في نفس الوقت، ده كده شغل اخطبوط كده، انت بتعمل كذا حاجه مع بعض في نفس الوقت، كل حاجه مع بعضها. فلازم تكون متاكد ان انت عندك القدره انك تقدر تعمل ده. لازم تكون متاكد ان انت عندك القدره ان انت تقدر تعمل ده. يعني ايه؟ يعني مثلا انت دلوقتي عندك قدره ان انت تطلع من وقتك، تطلع من مجهودك، تطلع من وقت عيلتك، من وقت شغلك، من وقت مرتبك، وتطلع فلوس من مرتبك، وتشتغل على نفسك بشكل كبير جدا جدا جدا، عشان تقدر ان انت تشتغل وتقدر تفيد الناس، لان انت بقيت الريسورس، انت اللي بتودي للناس المعلومات، او بتبتدي تفيد الناس، او تبتدي تشتغل على نفسك، تمام؟ او على حسب طبعا الجزء اللي انت بتشتغل فيه، ممكن يكون حد براند بس مش في الليرنينج، ممكن يكون هو براند في حاجه معينه، براند حتى في السيارات. يعني احنا بنشوف ناس هم اشخاص معروفين جدا وهم براندنج، تمام، او هم ناس بتشتغل على السيارات. فالناس دي لازم تكون عندها المعلومه بشكل مسبق، هو عارف ان شركه مثلا هونداي هتنزل عربيه جديده الشهر الجاي، تمام. طيب هل مثلا لازم يستنى لما هونداي مثلا تنزل الاعلان الرسمي للعربيه؟ لا، ده بيبقى عارف من قبلها، وعارف الفيتشرز اللي بتنزل ايه، وعارف كمان وبيعمل سيرش عشان يفهم اكتر وما الى ذلك، تمام. فده مش حته الليرنينج بس، تمام. فانت دي الحاجات او الجزء الاخراني ده مهم جدا جدا علشان تبقى انت فاهم ده، ولازم تبقى عارف ان الناس اللي معاك اللي عايشه في حياتك لازم تكون متفهمه ده وفاهمين ده، والناس دي هتبتدي مع الوقت قدام تشكرهم ان الناس دي سندتك لحد ما بقيت انت براند، تمام. طيب انا كده تقريبا خلاص كل الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها، تمام. خلينا نشوف كده لو في حد، يعني نشوف الشات ونشوف لو حد عنده سؤال يفتح المايك ويبتدي يسأل، تمام. في ناس عامله اسم ومحدش بيسألهم فعلا هتاخد كام ليه، بس هو مش بيقدم قيمه حقيقي، يعني هتشتغل معاه مره ومش هتشتغل معاه تاني. بالظبط، تمام. انت بتشتغل معاه مره ما تشتغلش معاه تاني، وفي نفس الوقت خلاص بتقول الناس دي مش بتبتدي توصل المسج ده. اللي رفع ايده يفتح المايك ويسال، تمام. لو شخصين اشتغلوا على نفس الاعلان كل واحد هيطلع بوجهه نظر مختلفه، هو مش فكره تقليد، طريقه قد ما فكره ان الماركتنج نفسه بيطلب كمان اي ناخد بالي من كل اعلان واحلله، تلاقي من كتر الشغل فلما حد ينشر ده مش بحسه شو، على قد ما بيوضح تحليله ده وانا بستفاد وهو بيستفاد. اوكي، دي وجهه نظر برضه تحترم، تمام. احتياجات العملاء صعبه، لو مش قادر تدي احتياجات العملاء وعملتش تيست عليها يا منى، لو ما تديش تعملي احتياجات العملاء وتست عليها اكتر من مره وتقدري تدي احتياجات العملاء، يا اما تعتذري عن الاحتياج ده، انا مش هقدر البي الاحتياج ده، انا بلبي 1 2 3 4، او تطوري نفسك ان انت تلبي الاحتياج ده، لان الناس احتياجاتها بتتطور مش بتقل، تمام. انا دلوقتي محتاج حد يعمل كونتنت، بعد كده احتاج حد يشتغل لي كونتنت اس اي او، بعد كده احتاج حد يعمل لي مش عارف ايه. فمتطلبات الناس او احتياجات العملاء بتوعك ايا كان العملاء في اي اندستري، بيبقى الموضوع مختلف. يعني لازم الناس يا انا اطور نفسي على حسب احتياجات الناس، يا ابتدي اشتغل على سكيل على حسب الحاجات اللي انا بقدر اقولها او الحاجات اللي انا بقدر اطلعها، تمام. طيب خلينا كده نشوف في حد عنده سؤال ولا، تمام كده النهارده. خلينا نشوف، ديانا صح؟ ديانا اوكي، انت معاك المايك. المايك مفتوح يعني. تمام، ازيك يا محمود، عامل ايه؟ تمام الحمد لله، انا قلت الاسم المرة دي صح؟ صح، ايوه تمام. طيب انا كان عندي كالعادة 3 أسئلة، تمام تمام. اوكي. طيب السؤال الأولاني، إيه المحتوى اللي المفروض أظهر بيه للعميل؟ بمعنى أنا طبعا بعمل أكل صحي، هل المفروض إن أنا أظهر كل ما أظهر مثلا على السوشيال ميديا، مثلا أنا أونلاين، هل المفروض إن أنا أطلع بس بكل ما هو يخص الأكل الصحي، ولا في حاجات تانية ممكن أظهر بيها للعميل أو تبقى من ضمن الكونتاكت بتاعي، وإيه وأقول إيه، يعني أطلع أقول إيه، ايه تمام الشخصية اللي المفروض تبان قدام العميل؟ تمام طيب
اول حاجه انا لازم اشوف الناس بتسال على ايه، وبناء على الاسئله ابتدي ابني المحتوى. يعني مثلا انا دلوقتي عندي الناس بتخش على البيج تسالني اسئله، او الناس اللي ببيع لهم، او بتوع السيلز، او اللي باني البروجكت نفسه. انا دلوقتي ببيع اكل صحي، ايه اللي خلاني اعمل ده؟ والله اللي خلاني اعمل ده 1 2 3 4، هو ده الكونتنت. طيب انا دلوقتي ببيع اكل صحي، جه الزبون قال لي والله الاكل ده كويس جدا جدا، بس حس ان انا مش بشبع. خلاص ده محتوى، تمام. عملت سيرش ودخلت جروبس بتاعت ناس، كل الناس اللي بتاكل اكل صحي، كل الكونتنت اللي الناس بتسال عليه والناس بتتناقش فيه على الجروبس ده كل الكونتنت اللي انا بكتبه. اي حاجه بتطلع من بوق العميل ده كونتنت. تمام، يعني زي النيدز بتاعهم، يعني اتكلم عن النيدز بالظبط، بتاعهم. تمام، بالظبط، تمام. فور اكزامبل، مثلا انا دلوقتي المفروض عايز اعمل لايف كل يوم جمعه، تمام. انا بديكي امثله من الواقع اللي انا بعيشه معاكم، تمام. تمام، يا جماعه احنا محتاجين نتكلم في ايه يوم الجمعه؟ والله الناس محتاجين نتكلم عن البيرسونال براند. خلاص هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. طب انا جبت الكونتنت منين؟ الناس اللي محتاجاه اوريدي انا عندي ده، فابتدي اقدر اديه. فاهم؟ ايه طيب ناس؟ بالنسبة بقى لللايفز والحاجات دي، ايه تاني غير اللايفز ممكن اطلع بيه للعميل بشخصي؟ ايه تاني غير اللايفز؟ أطلع يعني مش فاهم، كتيبس في كونتنت، كأنواع محتوى تقصدي ولا يعني كإيه؟ انا القنوات، يعني القنوات الاتصال بيني وبين العميل، ايه تاني غير اللايفز ممكن يعني يبقى فيه كده تفاعل بيني وبين العملاء؟ تفاعل، يعني تفاعل بيني وبين العملاء. ممكن في حاجات مختلفة، بس خلينا أديكي تركاية هنا. أحاول ألتزم بالمحتوى اللي الناس بتحبه وعليها شغف عليه، وفي نفس الوقت الالجوريزم او القوانين او البلوجريزم بتاعه البلاتفورم اللي بشتغل عليها تكون بتشجعه. طيب اولهم ايه؟ اولهم الفيديو، تمام. طب الفيديو ده ممكن يكون لايف، وممكن يكون عادي، يعني ممكن يكون لايف وممكن يكون فيديو وانا بعمله بابلش، تمام. ممكن بعد كده ايه تاني؟ الانفوجراف. الانفوجراف ده ايه؟ حبه معلومات محطوطين في سلايد كده، تمام. خلاص، طيب ايوه، ايه تاني؟ ايه تاني غير الانفوجراف؟ تمام. طب ايه تاني غير الانفوجراف؟ ممكن كمان التكست، المحتوى المكتوب، تمام. ايه تاني مثلا؟ على حسب طبعا كل بلاتفورم. الصور نفسها، ان انا انزل صور للمنتجات. يعني مثلا عملت اكل المفروض رايح في حته معينه، اصور الاكل ده وانزله، تمام. طيب ايه تاني؟ ممكن كمان الحاجات المهمه جدا جدا جدا، الكيس ستادي، تمام. القصص ده، يعني بصي دي اهم حاجه، تمام. ده دي انا ممكن يعني اكتبها باللون الاحمر، يعني عشان تخلي بالك منها. يعني القصص الستوري بشكل كبير. انا عملت اكل وراح للكلاينت، ولما راح للكلاينت مثلا عجبه جدا، والناس اللي كان عازمها عجبته، فبداوا ياكلوا اكل صحي. فمن القصه دي مثلا ناخد ان انت حاول لما تعزم حد تعزمه على اكل صحي عشان تنشر الفكره، تمام. في نفس الوقت كلنا نبقى انسان، مثلا ناس اصحاء. لو انت مثلا المسج بتاعتي مثلا ان مجتمع صحي فور اكزامبل، يعني تمام. هنا لا، انا بنيت قصه قدرت تاثر في الناس، وده في نفس الوقت هياثر بعد كده معايا، تمام. تمام. السؤال الثالث، انت بتقول الصرف، الصرف هنا على ايه بالظبط؟ الصرف على المحتوى اللي انا بعمله، تمام، والصرف على التولز اللي انا بستخدمها في البراند نفسه. يعني مثلا انا دلوقتي عامل براند، فانا محتاج اصرف عليه اعلانات. عامل مثلا براند، انا محتاج اعمل ايفنت، فهصرف على الايفنت. انا مثلا عامل اكل، فانا عشان اعمل مثلا حد عامل اكل صحي، فانا مثلا عامل براند باسمي، فانا هضطر ان انا اطبع مثلا كروت عشان اوزعها مع مثلا الحاجات اللي طالعه. اي حاجه هتلاقي نفسك بتصرف فلوس وانت ماشي، تمام. الفلوس اللي هماركت بيها للبراند نفسه. او مثلا انا دلوقتي هعمل لايف، فانا محتاج اجيب اللايتنج بتاعتي، محتاج اجيب الغرفه اللي هشتغل فيها في استوديو هصور ايا كان. فالموضوع هيحتاج ان انا اصرف، تمام. وموضوع الصرف ده على حسب الكيس نفسها اللي بشتغل فيها، وعلى حسب كل شخص. ممكن يكونوا اتنين بيدوا نفس الكونتنت،
بس حد بيعتمد على الموبايل بتاعه مثلا بعمود لايتنج مثلا ب 200 جنيه، حد تاني لا عامل اضاءات ومش عارف ايه ب 5 6000 جنيه، تمام؟ بس اللي بيقدم محتوى ب 200 جنيه بيوصل اكتر من التاني، تمام؟ فهنا برضو المعايير مختلفة، ومش الصرف لازم يبقى كبير قوي ولا يبقى صغير قوي على حسب الشغل بتاعك يعني. طيب لو اذا لو ربطت المنتج بتاعك، وده طبعا انا عارفه ان هو كان غلط، يعني انا ربطت المنتج بتاعي باسمي، فهل اللي احنا اتكلمنا عليه ده هيسر عليه، ولا لازم انا اكثف كمان من البيرسونال براندنج عشان اقدر احقق المنتج نفسه لا هو انا نجاحي؟ لازم أنا اكثف من البراند بتاعي، تمام، واشتغل كمان على البراند بتاع البيزنس اللي انا مطلعه، او ادمج الاثنين مع بعض على حسب الاستراتيجيه اللي عاملها. يعني مثلا انا ممكن اكون بشتغل في الهيلث، تمام، اسمي البيزنس نفسه باسمي واتعامل مع البيزنس على اساس ان انا ان هم بيتعاملوا مع الشخص ده دايركت، تمام. وممكن اعمل العكس، زي مثلا الشيف شربيني معروف جدا جدا، بس في ناس كتير ما تعرفش هو بيجي على قناه ايه، هو بيطلع على التلفزيون، تمام، بس هو اصلا شهرته والبراند بتاعه طلع من قناه تلفزيون معينه، تمام، هي نفس القصه. فعلى حسب انا الاستراتيجي اللي بعتمد عليها ايه بالظبط، تمام. كل ده بقى محتاج فريق عمل، ولا ممكن تعمله لوحدك بطولك؟ ممكن اعمل ده وممكن اعمل ده، ممكن اعمل اجيب فريق عمل يشتغل معايا، تمام، ممكن اشتغل، بس في البدايه بشتغل لوحدي. ليه بقى؟ مهم جدا جدا ان انا في البدايه اشتغل لوحدي علشان ابتدي اقيس كل حته في البراند عند الكلاينتس نفسهم. يعني مثلا هرد على المسج ولا اجيب حد يرد؟ لا، انا اللي لازم ارد في الاول عشان ابتدي افهم طبيعه الناس اللي بتخش تسال على المنتج ده محتاجه ايه بالظبط. طب انا اللي هنزل البوستس ولا حد تاني؟ لا، انا اللي هنزل البوستس لان انا اكتر حد فاهم المنتج بتاعي واقدر اشرحه في البدايه للناس. طب هل انا المفروض اللي اطبخ ولا اجيب حد طباخ؟ لا، انا اللي هطبخ لان انا محتاج اوصل مسج معينه في البرودكت اللي انا بطلعه ده في البدايه. مع الوقت اجيب فريق عمل وادربه واشرف عليه بشكل اساسي خصوصا في البدايه. بعد كده اسيب الناس تنطلق وانا ابتدي اتطور مع الوقت، ابتدي افتح براند تاني، ابتدي انشغل مثلا بكوربريشنز مع ناس تانية وما الى ذلك. بس في البدايه لازم اكون لوحدي، مع الوقت قدام هحتاج ناس معايا. تمام، ميرسي جدا يا محمود، شكرا. عفوا. تمام، في حد تاني ولا خلاص كده؟ السلام عليكم. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ بصحتك يا باشا. بص، انا عندي سؤال كده، في حته كده ناقصاني انا كاحمد، حته التون اللي انا اكتب بيها. تمام. اسمع موضوع التون ده، وعاده انا بكتب عادي كاني بكلم الناس، بس مش بعرف افرق بين التون او اظبط حته التون دي. ناس اصحابي مثلا يقول يا احمد انت بتكتب بالعاميه قوي، فلما اكتب باللغه العربيه الفصحى فلاقي حد يدخل يقول لي يا اخي ما انت كنت ماشي كويس، ما ترجع تكتب بالعاميه. فعايز افهم الحته دي بطريقه ادفانسد قوي، يعني اديني مثلا كيس، اكتب لنا جملتين مثلا بمختلفين. لو انا هخاطب الشخص الفلاني يبقى دي الطريقة، ولو الشخص الفلاني ونفس المحتوى وهو يعني والاودينس اتغير يبقى دي الطريقة. لان انا بصراحة ما لقيتش الحتة دي في اي كورسات، يعني انا سواء عربي او اجنبي ما لقيتش حد بيتكلم في الحتة دي بصراحة. بص هقول لك على حاجه، انا كنت في نفس الكيس دي، بس هقول لك بقى اللي انا عملته وطلعت بيه ايه، تمام. جرب نفس الكونتنت بتيبس اوف كونتنت مختلفه وفويس مختلفه. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا هتكلم عن كورس معين، اوكي؟ طيب مثلا الكورس ده انا محتاج ان انا اتكلم عنه بالعربيه مش بالعاميه المصريه، علشان في ناس من اخواتنا من دول عربيه مختلفه كتير بيتابعوا، اوكي؟ تمام؟ بعد كده تمام، لا في ناس تانية بتقول لا انا كان اللغه الايه؟ العاميه احسن. جاب بقى ناس ثالثه خالص، تمام؟ قالوا لي ايه؟ لا احنا مش عايزين انجليش اصلا في الكلام. طب يا جماعه اصلا في كلمات انجليش ملهاش عرب، ما اعرفش عرب، يعني صعب ان انا اكتبها لها، يعني اكتبها عربي، اوكي؟ بقيت اعمل حاجه، اعمل ميكس جوه نفس الكونتنت نفسه. يعني هكتب الكونتنت نفسه اللي هيقراه عربي هيفهم محتواه، اللي هيقراه انجلش هيقراه وفي مصطلحات هيفهمها، اللي هيقراه بالعاميه هيفهمها. يعني لازما بدل مثلا ما اكتب
الكونتنت نفسه بطريقه عاميه صرف، لا انا هطعمه بكلام عامي، ما انزلش الليفل تحت خالص. وفي نفس الوقت الكلام الانجليش لما اكتبه ما بين قوسين اروح كاتب معناه بالعربي. فانا لو جه حد فاهم عايز الاكسبريشن انجليش موجود، لو جه حد في نفس الكونتنت عايز يفهم طبيعه الكونتنت نفسه عامله ازاي موجود، لو جه حد ولا هو بيتكلم بالعربي سياق الكونتنت نفسه هيفهم الكونتنت بيقول ايه. ده هيجي ازاي؟ مع التدريب، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتعملها بشكل بسيط جدا جدا جدا. تمام؟ يعني مثلا كلمه العمليه دي تمام، وكلمه مدى دول كلام عربي. كلمه اي هي، لو انت شايف كده معايا مثلا الحته دي تمام، كلمه اي وهي ده كلام، ده كده كلام كلام عامي تمام. وفهمك دي عامي اساسي دي عربي، فاهم قصدي؟ تمام خلاص. ممكن طيب. بقى حته سؤال ثاني، معلش انا اسف معلش. بص دلوقتي انا بشغل اعلانات على الصفحه مدفوعه، بعمل المحتوى باللغه العربيه تمام، يجيب لي العميل بتاعي يعني تمام. هو بيروح يجيب لي العميل اللي انا عايزه، التارجت اللي انا محتاجه في البيزنس بتاعي، اللي انا هو العميل المثالي بتاعي تمام. الناس بتدخل تقول لي يا احمد انت ليه ما بتشيرش، ما بتكتبش على صفحتك على البروفايل بتاعك الخاص، يعني ما بكتبه هو كوبي بيست وبشكل لغه عاميه بدون اعلانات زيرو تفاعل، لما اروح اكتبه بشكل عام بيجيب لي ناس مش هم التارجت اودينس بتوعي، انا بخاطب ناس خبراء، انا بخاطب الخبراء. بص اقول لك على حاجه، انت مستحيل ترضي اكتر من تارجت اودينس، انت خليك سبيسيفيك على تارجت اودينس معين. دي حاجه تانيه في موضوع الاعلانات، جرب اكتر من كونتنت، والكونتنت اللي هيتماشى معاك اعتمده وامشي على ده. هتلاقي في ناس جداد بيحبوا اللغه العربيه هتلاقيهم ينضموا ليك، والناس اللي مش متماشيه مع الفويس تون بتاعتك مش هيبتدوا يكونوا معاك. فانت دي ده امر طبيعي. يعني في ناس بتقرا لي مثلا بوستس او كونتنت او ما الى ذلك، لا مش بتبقى حابه الكلام اللي انا بقوله، وبتيجي الناس دي تقول لي والله احنا بنقرا لك كلام احنا مش فاهمينه بس احنا فاهمين. ده بيحصل معايا. تمام، حلو جدا. مع الوقت الناس دي بدات تتفهم شويه، وبقيت اعلى بالليفل شويه بما يتناسب معاهم. يعني بقيت احاول في الكونتنت نفسه اشرح وامشي بستوري تفهم الناس من السياق نفسه. ليه بقى؟ الناس دي او انت او الناس دي مع الوقت هتسمع نفس الكلام اللي انا بقوله ده في سياق مختلف، هتفهم اللي انا كنت بقوله. فمش لازم ان تفهم الكلام ده في نفس الوقت، بس مع الوقت هتفهم اللي انا كنت بقوله. فهمت قصدي؟ طب انا لو التارجت اودينس بتاعي هم الخبراء، ابدا معاهم من جديد واكلمهم بالعاميه، ولا استمر ان انا بخاطب الناس في الاعلانات باللغه العربيه الفصحى وعلى البروفايل بتاعي بتكلم بالعاميه؟ لاني لا مش هينفع اني اكون متواجد على البروفايل بتاعي، ما بقاش صحرا خالص. اقول لك على حاجه، خلينا بس نعتمد حاجه. انت لازم تعتمد ديفويس تون واحده وتعمم ده على كل الشغل بتاعك. تمام، دي اول نقطه. تاني ليه بقى؟ انا شفت الاعلان بتاعك مثلا، فانا لما هدخل على البروفايل عندك هلاقي فيه كلام مكتوب كتير مش ده المستوى اللي انا كنت بدور عليه، لا انا بدور على حد في ليفل مختلف. تمام؟ ده مش تقليلا من الناس اللي بتتكلم بالعاميه او كده، لا انا بكتب بالعاميه. تمام؟ وفي نفس الوقت لا هو هياخد فعلا ان الراجل ده مش عامل اعلان وخلاص، لا ده الراجل فعلا الـ الكلام بتاعه كله كده، الراجل ده فعليا حد فاهم. تمام؟ فانت خليك سبيسيفيك، انت محتاج اني تارجت اودينس فيه، وابتدي اشتغل على ده. الموضوع عامل زي ايه بالظبط؟ زي بالظبط كانك فاتح ستور بتاع ملابس، موقف حد على الباب بينادي اي حاجه ب 100 جنيه، او مثلا ان انت عامل في الستور بتاعك يافطه او بانر معينه، وجايب مثلا حد مشهور جدا وعامل لك اعلان. طب ما ده طريقه ودي طريقه، تمام؟ او ده دي فويس تون ودي فويس تون، ده حد بيتكلم بطريقه ده حد بيتكلم بطريقه، بس في نفس الوقت لا انت دي انت بتتارجت بيهم اودينس معينين، ده بيتارجت بيهم اودينس معينين.
تمام؟ ده بيتكلم بطريقه وده بيتكلم بطريقه. ليه مثلا الستورز مثلا اللي في الاماكن العاليه ما بتجيبش حد مثلا توقفه على باب المحل يصطاد الزبائن يدخلها؟ هو ده طريقته، الفويس تون بتاعته مع الاودينس اللي محددين كده، تمام؟ طيب في الاماكن الثانيه لا، هو بيتكلم بطريقه معينه وحاطط مثلا اب سيل مثلا 50%. طب انا ممكن في حد تاني معدي مع الوقت هيفهم ان اب سيل دي ان هو عامل خصم 50% او عنده خصم لحد 50%، فاهم قصدي؟ طب هو الراجل ده بيفهم انجلش؟ لا ما بيفهمش انجلش، تمام؟ او فاهم الاب سيل وكده؟ لا هو مش فاهم، بس هو بيتكلم بنفس الطريقه دي. حاجه كمان، حاول تعتمد على الستوري بشكل كبير. الستوري حتى لو الشخص او الاودينس ده مش فاهم، هيحاول يفهم، لان الستوري هتجر ان هو يفهم. تعالى كده اقول لك على حاجه، الروايات مش بتتكتب باللغه العربيه الفصحى معظم الروايات، صح؟ اه مظبوط. الناس بقى اللي هي اصلا ما بتحبش اللغه العربيه تلاقيهم بيقروا روايات، وتلاقيهم شباب جامعه في اولى جامعه وثالثه ثانوي وما الى ذلك، وهم ما يعرفوش حاجه في اللغه العربيه، ولو لقوا بوست باللغه العربيه ما بيقروهوش، صح؟ طيب فهو لانه بينجذب للقصه اكتر، فانت حاول تعمل دمج ما بين الكونتنت بتاعك وتسبيسيفيك على تارجت اودينس معين، انت محتاج الاودينس دول ولا الاودينس دول، وتحدد على اساسهم الفويس تون بتاعك، تمام؟ عشان كده هتلاقيني هنا اكيد انا حاطط لك ان انت تشوف الشخصيات او الاودينس بتوعك اصلا، وبعد ما تشوف الاودينس تمام بتشوف مكانهم فين ولغتهم ايه ومين المنافسين، وبعد كده تبني الرساله بتاعتك وتبني الصوره بقى والالوان والشخصيه بتاعتك في نظر العملاء ايه. فانت لازم تشوف الناس دي اصلا في الاول طبيعتهم ايه والفويس تون بتاعتهم، وبعد كده تبتدي تشتغل على الاجزاء اللي انت بص، هو كل ده انا مريت بيه الحمد لله، يعني ربنا وفقني فيه الا حته الكتابه. هو انا كاحمد مش كاتب محتوى، انا شخص تكنيكال بعرف اشتغل تكنيكال كويس، فحته المحتوى هي دي اللي كانت بتبقى بحس ان لو ظبطت عندي والتون ده ظبط عندي هيبقى افضل في النتائج، يعني انا النتائج بص هقول لك برضو ليها حل تاني، ليها حل تاني، ان انت تحاول تشتغل على الكونتنت بتاعك فيديو. في الفيديو هيبقى اللي بيسمعك سواء هو ليفل عالي او بيفهم انجلش او عربي او لغه عاميه هيبتدي يسمعك ايا كان المحتوى بتاعك ايه بالظبط. في الفيديو انت هتتكلم بلغه عاميه جدا تمام، بس الناس هتسمعك سواء هنا او هنا او هنا، في نفس الوقت رسالتك هتوصل احسن، تمام. مش شكرا. تمام؟ لان انت في الفيديو لو انت عملت فيديو هتشرح فيه باللغه العربيه الفصحى؟ لا لا بتكلم بالعاميه. طيب حلو جدا. طب انت في الكونتنت عملت فيديوز قبل كده؟ عملت اهو حوالي 5 أو 6. حلو. الفيديوز دي اتكلمت بيها باللغه الايه؟ اللغه العاميه. حلو. ان الاودينس بقى اللي انت كنت بتارجتهم اللي هم عايزين لغه عربيه دول، ما هو الكوبي بتاع الاعلان لغة عربية فصحى، واللاندنج بيج فيها فيديو انا بتكلم فيه بالعامية. حلو. الناس بقى لما دخلت شافت الفيديو، انا دلوقتي بتكلم على التارجت اودينس اللي بتارجتهم باللغة العامية، لما شافوا الفيديوز باللغة سوري بتكلم على الاودينس اللي انت مترجتهم باللغة الفصحى، لما انت كلمتهم باللغة العامية في الفيديوز هل تقبلوا ده؟ ايوه بيتفاعلوا معايا. حلو جدا. تبقى انت حلك في طبيعة الكونتنت اللي بتقدمه بالفويس تون دي. انا اللي عايز اعمله دلوقتي، انا عايز بحاول اكبر الجمهور بتاعي، بحاول ان انا اوصل لعدد متابعين اكتر، اوصل لعدد اكتر بشكل اورجانيك في الحته بتاعت البيج دي، ان انا اشغل اعلان اجيب عميل، دي خلاص تخطيتها من زمان، يعني حته ان انا يبقى ليا الاودينس بتوعي، فبحاول ان انا اعمل محتوى بحيث ان انا ازود المتابعين، يعني يوم عن يوم يبقى تمام. هل انت جربت اكتر من طبيعه كونتنت باكتر من لا لا، هو ما بين لغه عاميه وما بين لغه عربيه فصحى. تمام. انهي بيجيب معاك اكتر؟ ما قلت لك العربيه الفصحى بيجيب معايا العميل اللي انا عايزه، بلاقيه هو نوع العميل بتاعي مش بيتفاعل عندي، وبيدخل عندي في الرسائل او على الواتساب، او بلاقيه بيكلمني في التليفون، يا احمد انا شفت لك كذا كذا كذا، انا عايزك تساعدني في كذا. طيب هقول لك بقى على حاجه، هل انت درست طبيعه الاودينس نفسهم؟ ما يمكن بمعنى ايه؟ اصلا طبيعه الاودينس نفسهم مش من النوعيه ان هي بتتفاعل از سوشيال ميديا. هم فعلا مش بيتفاعلوا، هم مش بيتفاعلوا، هو حد خبير، فيعني زي ما تقولي مش فاضي يتفاعل معايا،
او مش حابب يظهر ان هو متابعني او بيتفاعل معايا، يعني هو طبيعته كده، هو حد دكتور. طب يبقى انت محتاج ترجع خطوه لورا وتبني كونتنت استراتيجي تقدر تظبط ده معايا. بص اقول لك على حاجه، انت ابعت لي على الميل وابعت لي سكرين من الكونتنت انت اللي بتكتبه كده وكده وننسق ده. تمام خلاص، انا هدخل لك برضو على البروفايل، اخد منك الايميل. خلاص اوكي تمام ماشي سؤال. ماشي يعني. تمام خلينا نشوف في حد تاني كم. في منى وديانا تاني. ماشي منى، السلام عليكم. ازيك يا منى عاملة ايه؟ هو السؤال بتاعي ان انا اكثر احتياجات العميل، مش احتياجات العميل اللي عايزني، انا عايزه اوصل لاحتياج العميل اللي قدامي، يعني زي الشركه حد مستثمر عايزه اوصل لاحتياج بتاعه اللي يخليه ياخد البرودكت بتاعي. انت قصدك ان انت محتاجه توصلي، بس ده ملوش دعوه بالبراندنج صح؟ لا لا، السؤال بره. تمام. طيب بص، طبيعه الناس اللي انا محتاجهم علشان اوصل لهم او ان انا اخد منهم الاكشن بتاعي لازم تعتمد على ان انا في الادز اعمل اكتر من تيست على اكتر من طبيعه اودينس. يعني انا محتاج اعمل على اكتر من طبيعه اودينس علشان ابتدي اشوف اني اودينس بالذات او اني اودينس بالنسبه لي اقدر ان انا اتربط. دي نقطه. النقطه الثانيه، بعتمد، انا عارف انت بتتكلم على اني بروجكتس، بعتمد في البروجكتس دي على الكاستم اودينس في جوجل او فيسبوك او اي بلاتفورم، مش بعتمد على الاودينس النيو اودينس كاودينس طبيعيين بكتب الانترست بتاعتهم. يعني بشوف مين الشركات اللي شغاله معايا في نفس المجال المنافسين ومحققين نتائج، وابتدي اشتغل على الناس اللي بتخش الويب سايت عندهم، ببتدي اشوف الناس اللي اشترت مثلا قبل كده من نفس العميل بتاعي وابتدي اجيب كاستم اودينس شبههم، ببتدي اشوف اعمل فيديو عن البرودكت نفسه او الوحده اللي انا عايز ابيعها، وابتدي اشوف الناس الانترست بنسبه 100%، وابتدي ان انا اتارجت ناس لوكالايك ليهم وابتدي اشتغل عليهم وما الى ذلك. تمام. فانا لازم تشتغلي على اودينس يكونوا اصلا الاودينس دول هم انترست 100%، تمام، وتفاعلوا معاكي قبل كده سواء انترنال على البلاتفورم نفسها او على اكسترنال بلاتفورم مختلفه، وفي نفس الوقت اكون متاكد الناس دي انترستد بالموضوع ده وامشي معاهم سيلز فانل كامله. يعني الناس دي هتخش انترست وبعد كده تبتدي تتفاعل معايا وبعد كده ابتدي ابيع لهم. فالموضوع بيمشي على مراحل، مش ان انا اتارجت الناس دي مهتمه بايه فاروح احط لهم الانترست ويبتدوا يشتروا مني دايركت. فاهمه؟ طب هو كمستثمر مش هي يعني زي ما فيهوش دماغ ان هو السيلز فانل بتاعتي، حد بيبقى جاهز وعايز حاجة في دماغه مثلا ان طب هو عايز انا يستثمر. كمستثمر، تعالي كده نسال، انا كمستثمر تمام هبتدي احط فلوسي مع ناس انا مش عندي باك جراوند عنهم. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا كمستثمر ببتدي سيرش بنفسي ولا بيكون في حد معايا بيعمل لي سيرش؟ ايه؟ بيكون في حد معاه. حلو، يبقى انا بتارجت الحد اللي معاه مش بتارجت المستثمر نفسه صح؟ لان هو اللي هيعمله سجست. حلو. طب الحد اللي معاه ده بيكون طبيعه الوظائف بتاعته ايه؟ هل هو سكرتير ولا هل هو نائب ولا هل هو مدير او اونر في شركه ولا طبيعته هتكون عامله ازاي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، هل الراجل ده لما يجي يدور عليا هيدور عليا فين؟ هيدور على جوجل. اوكي. طب لما هيدور على جوجل او لو مش هيدور على جوجل هو ممكن يكون انترستد بيعمل سيرش فانا اظهر له بناء على الانترستد بتاعته. طب الانترستد بتاعته هتكون عباره عن ايه؟ فهو دخل شافني. طيب طب هو دخل شاف مثلا ناس تانية عاملة اد فهو عمل سيرش. طب انا هتارجته من خلال يوتيوب. طب الناس اللي انترست بالحاجات دي بتدور على ايه على اليوتيوب فابتدي اظهر لها وعلى زي الموضوع. محتاج سيرش وسيلز فانل زي ما قلت لك. هو مش فاضي للسيلز فانل بس انا فاضي للسيلز فانل عشان اجيبه، لان الراجل ده عشان يشتري، اي حد في الدنيا عشان يشتري حاجه لازم يمر بمراحل ايا كانت المراحل دي ايه. هل لو المراحل دي لو السيلز فانل نفسها خطوتين 3 خطوات 20 خطوه ايا كان المراحل، فهو لازم بيمر بمراحل انا افهمها ولازم انا اكون عارفها. مش هيمشي معايا دايركت ان انا مره واحده كده اروح عامل اعلان فهو يجي لي وما الى ذلك.
فاهمه؟ انا مش عارف هي سمعتني ولا خرجت ولا ايه. طيب ديانا، من الحاجات اللي قلت لنا عليها ان احنا في الاول نشتغل بنفسنا بطولنا، طيب هل من الحاجات اللي لازم اعملها بنفسي حاليا هي الاعلانات الممولة؟ الحاجات اللي انا اعملها في نفسي في الاول لو انا عندي نولج فيها بعملها بنفسي، ما عنديش نولج بجيب حد يعملها دايركت، ودي من الحاجات اللي بتترتب على الجزء الثاني اللي كنت لسه بقول لك عليه، ان انا هصرف فلوس. يعني انا مش محتاجه ان انا اتعلم، من ضمن الحاجات اللي اشتغل بيها نفسي ان انا اتعلم ازاي اعمل اعلانات ممولة، صح؟ صح كده؟ ايوه طبعا. ولو انا مش هعرف اعمل ده اجيب حد يعمله لي وابتدي اديله فلوس، او ادفع فلوس في ان انا اتعلم، فابتدي اطبق مره واثنين وثلاثه واستحمل النتائج اللي مش هتكون احسن حاجه مره واثنين وثلاثه واربعه لحد اما اتعلم واخد النولج فابتدي ابني لنفسي. طيب اصل انا عامله كامبين والكامبين ده مش عامل احلى حاجه، يعني مش جايب نتائج يعني خالص، يعني بصراحه مش قوي، يعني ضعيف جدا، فبصراحه ده استفزني جدا ان انا اتعلم اشتغل على نفسي في الموضوع مهم ده. ان انا ده هل انا طبيعي، كده صح ولا لا؟ ده طبيعي، ده طبيعي جدا. انا حد مش بتاع اعلانات فطبعا مش هيجيب معايا احسن نتائج. لا مش انا، لا هو انا اديتها لحد متخصص، طب بس ماشي، النتائج من عنده، هو النتائج مش، مفيش اوردرز كفايه. تمام، ابتدي اسال اشوف اللي فين الدنيا فيها ايه، طب احنا ماشيين ازاي وما الى ذلك، وابتدي اسال حد تاني وتالت ورابع لحد ما افهم. تمام. وبعدين انا متفق على حاجات من الاول، انا متفق ان انا هدفع فلوس في الاعلان، الاعلان هيقعد قد ايه، هيجيب لي نتائج ايه، ما النتائج دي جت ماشي، ما جاتش ده كي بي ايز ما بيننا وما بينك، فاهمه؟ يعني مثلا انا عايز اعمل اعلان عشان اجيب مثلا حجز مثلا ل 3 4 اوردرات في الشهر في اليوم، تمام؟ طب انا ما جاليش الاوردرات، خلاص انت مسؤول، انا قلت لك انا عايز اوردرات وانت شفت الكيس كامله وقلت لي هجيب اوردرات، مفيش اوردرات. لا هو بقى بيقول ان انا بالنسبه لي انا ظاهر لي النتائج ان في عدد رسائل كويس جاي لك وواتساب كويس جاي لك، خلاص يبقى النتيجه بقى انك انت اللي تقفلي الديل من عندك، ده كلمته. طب احنا متفقين على ايه؟ وممكن يكون هو برضو صح، احنا متفقين على ايه؟ احنا متفقين على عدد رسائل، متفقين على عملاء تيجي، متفقين على ايه؟ احنا متفقين على رسائل، هو عاملهولي ماسنجر وواتساب. تمام. طيب انا الناس اللي بتيجي دي هي نفس الناس العملاء بتاعتك ولا مش عملاء؟ لا كله جديد، كلها ناس مش جديدة. قصدي هل الناس دي هي فعلا الناس اللي انت بتترجتيها ولا حد جاي بيكلمني وهو اصلا ملوش علاقة بالمنتج اللي انا دي بقى انا شاكة فيها ليه؟ عشان ما فيش اي حد اخد حتى رد فعل لقرار شراء، فانا حاسة ان الموضوع كده كأنه عشوائي، او انا حاسة ان هو ما ترجتش صح. هو؟ والله بصي انا ما اقدرش احكم على شغله شفويا كده، ممكن يكون صح، ممكن يكون غلط، ممكن يكون في حاجه، يعني انا عمري ما اقدر احكم على الموضوع كده خالص، اي حاجه هقولها في حكم الموضوع ده هيبقى اي كلام بقوله. فلا يعني حاولي تقعدي معاه كده وتفهمي منه الكيس ماشيه ازاي، طب التارجت اللي محطوط ايه، طب انت متارجت ناس ازاي، طب ممكن نعمل ايه وما الى ذلك، وحاولوا تناقشوا في الموضوع لحد ما توصلوا لكيس معينه او ديسيشن معينه. طيب الريلز حاليا اللي على الفيسبوك نستخدمها في البيرسونال براندنج؟ اي حاجة ممكن استخدام في personal branding عادي جدا. تمام. تمام اوكي تمام. نادية او ندى؟ ندى. اوكي مساء الخير، وانا للاسف دخلت متاخر يعني، بس كنت حابه اسال على حاجه. هو انا اشتغل على content strategy لشخصيه عايزه تعمل personal branding، بس ان هي تبقى زي ايه، ظاهره كده في المجال اللي هي فيه يعني، في الريل استيت وكده. ويعني الشخصيه دي بتتكلم مينلي على سيلز والتوبكس اللي هي علاقه بالريل استيت والبيزنس، فيديوز وكده صغيره. فكنت عايزه اخد راي حضرتك، انا فكرت ان الكونتنت مثلا يعني، هل انا عشان هو بيرسونال براندنج فهتكلم على الشخص نفسه او على الشخصيه نفسها، يعني زي الكواليفيكيشنز اللي عندها وكده، وطبعا مع الفيديوز التيبس اللي بتنزل اللي ليها علاقه بالبيزنس والسيلز والكلام ده كله يعني. وكمان انه هشتغل مثلا على كذا تشانل في الاول، ولا اركز على تشانل واحده بس وهيبقى بيد، يعني الموضوع يبقى بيد مش اورجانيك، على مثلا لينكد ان وانستجرام وفيسبوك، ولا لا احسن حاجه ان انا اركز على تشانل واحده بس في الاول
وهل في افكار تانية ممكن يعني تتوصل الموضوع، وكمان الموضوع ياخد وقت قد ايه؟ يعني كبيرسون براندنج مثلا بياخد وقت قد ايه عشان لا خلاص يعني كده ابتدينا ناخد خطوات؟ انا عارفه مش في الاول خالص، بس هو ابتدى الموضوع يتعرف شويه في المجال او كده. طيب بصي، مبدئيا هو ان انا اتكلم واعمل اعلانات على مين الشخص ده، دي مش احسن حاجه. تمام. طيب خليني، المفروض لما انا اعمل اعلان على ايه؟ اعمل اعلان على الناس هتستفاد منه ايه. انا دلوقتي بتكلم في السيلز عن الريال استيت، تمام؟ فانا دلوقتي هستفاد ايه لما انا تبعك؟ والله هتستفاد ان انت هتستثمر ويجي لك مثلا عوائد من شغل الريال استيت، او ان انت تشتري مني مثلا سنويه بنسبه كذا. تمام. لا، ممكن بقى يكون تابعنا مثلا عشان تعرف ازاي يدخل لك عوائد من استثمارك في الريال استيت. تمام. فالناس هتتابع مش عشان البيرسونال، هتتابع علشان البنفيتس بتيجي منه، بدليل ان لما حد بيكون شغال بيرسونال براند وياخد فتره يوقف، تمام، الناس بتبطل تتابعه. تمام. ليه بقى؟ لان خلاص ما بقتش تستفيد منه. طب لو الراجل ده رجع، بتبتدي ترجع تتابعه، فالعمليه تزامنا مع البنفيتس اللي بترجع للناس. تمام. دي حاجه. حاجه ثانيه، موضوع الوقت ده، البيرسونال براندنج من الحاجات اللي بتاعت يوم وليله، يعني ممكن افضل ابني براند لمده سنين ويقع في يوم. تمام. فدي على حسب الوقت. طب الموضوع هياخد وقت قد ايه؟ برضو على حسب النيتش اللي بيشتغل فيه، على حسب الصرف اللي هيصرفه قد ايه، على حسب البنفيتس والمجهود اللي هيطلع، على حسب الاودينس بيفيدهم بنسبه قد ايه، على حسب البوتنشال اودينس، الناس الانترستد اصلا بالمجال اللي هو شغال فيه قد ايه، وهو تارجت منهم كام شريحه وما الى ذلك. فدي بتبقى على حسب الشغل نفسه. حاجه كمان، البيرسونال براندنج زي البير كده بالظبط، انت بتبتدي ترمي فيه وما بتسالش. فاحنا دي حاجه كونتينيوس، حاجه انا ممكن اسمع النهارده والاودينس يكبر بكره، واسمع النهارده والاودينس يختلف بكره وما الى ذلك. فالموضوع متغير بشكل كبير، يعني دايما البيرسونال براند بيبقى عطشان، لازم تشتغل دايما عشان تجيب نيو اودينس جديد، علشان تتعرف اكتر، علشان تروح لشريحه مختلفه، عشان تبني حاجات مختلفه، فتبني سيرفيس اكتر، فتفيد الناس في حاجات مختلفه. فالموضوع مش ان انا بقيت الموضوع ياخد مني سنتين فانا بقيت معروف فخلاص خالص اطلاقا. تمام. طب اوصل امتى للليمت اللي انا بدات اقول فيه ان انا بقيت موجود او بقيت شغال؟ لما اخد شريحه من ناس معينه ومن البوتنشال اودينس نفسه، يعني انا عندي مثلا كام حد انترستد وانا واخد قد ايه، ومقارنه مع الكومبيتيتورز بتوعي، الناس التقال اللي انا بنافسهم عددهم قد ايه، عندهم فانز قد ايه، الناس اللي بتتابعهم بتسال قد ايه وما الى ذلك. طبيعه الكونتنت اللي هتتكتب بما يتناسب، زي ما كنت لسه بقول لديانا من شويه، الناس بتسال على ايه. انا دلوقتي ممكن كسيلز ريال استيت اكلم الناس عن اختيارهم للوحدات وازاي ما يتخموش فيها، دي تبقى النقطه بتاعتي. ممكن اتكلم على حته الانفستمنت، ممكن اتكلم على حته مثلا ثانيه خالص عن ازاي تشتري من افضل مكان. ممكن اشتغل على ان انا اسجست بروجكتس مختلفه، وازاي لا اشتري دلوقتي لا بيع دلوقتي، والبورصه بتاعه العقارات. فعلى حسب انا الواي بتاعتي فين بالظبط. طيب، هو الكونتنت اللي بينزل هو اسمه بيرسونال براندنج، انا هركز على الشخص ولا اركز على البنفيت اللي انا عارفه ان المفروض اركز على البنفيتس اللي بيقدمها، لان ده اللي يعني اللي هيهم الاودينس وكده. بس لما البنفيت دي تلنك مع الاودينس، الشخص نفسه هيلنك مع الاودينس برضو ولا بتيجي انا الاول؟ اللي هيلنكوا معايا الاودينس هم اللي هيلنكوا معايا. بصي هقول لك على حاجه، هسالك سؤال. انا دلوقتي انت ممكن يعني ما تعرفيش عني حاجه، تمام؟ طيب انت شفتي البوست بتاع اللايف ده او الايفنت ده، صح؟ فدخلتي علشان عندك حته معينه محتاجاها، تمام؟ ايوه. فسالتي فيها فيما بعد، تمام؟ ممكن بعد كده لما انا مثلا تكوني في حاجه عندي بيد تدي البنفيتس بتاعتك دي، تمام، هتيجي تنفعي تكونكت معايا فيها. ايوه، وصلت. هي نفس الفكره، مش بيعتمد على ان انا اكونكت مع الناس بالطريقه العاديه، الموضوع بيمشي بالعكس، الناس هي اللي بتيجي تكونكت معاكي. بس الموضوع في الاول بيجي مني انا، يعني انا اللي يعني بيبقى برمي لهم حاجه وهم يجوا يعني عشان يتواصلوا معايا. بص، انا بديهم التراست،
ومن التراست ده بيجوا يشتروا. ايوه يعني فهو لازم يدي. انا دلوقتي عايز استثمر فلوسي، انا مثلا كمحمود عايز استثمر مثلا 100,000 جنيه، اوكي؟ طيب انا هستثمر 100,000 جنيه، عايز استثمرهم في ايه؟ في العقارات. حلو جدا. اول حد هيجي في بالي الشخصيه اللي انت شغاله معاها. ليه؟ لان انا كنت شايفه بيتكلم على الاستثمار في العقارات عامل ازاي وازاي نقدر نستفيد، وابتدي اشوف الفيديوز بتاعته. طب هو عنده بيقول ان اي حد محتاج يستثمر يتواصل معايا واقول له استثمر ازاي واوجهه صح، ابتدي اكونكت معاه خلاص. تمام. طب انا منين الكلام ده؟ لان انا شفته قبل كده بيتكلم على ايه، عن ازاي ان احنا نستثمر بشكل كويس في العقارات، فوثقت فيه. ايوه تمام. طيب يعني انا عرفت ان المنافسين المباشرين هم نفس اللي عندهم الهدف بتاع مثلا عايزين يعملوا بيرسونال براندنج وبيتكلموا في السيلز والبيزنس والكلام ده كله. ايه بقى ممكن تكون طبيعه المنافسين غير المنافسين غير المباشرين؟ بصي، هو في عندنا دايركت اودينس، دول الناس كبيرسونال براندنج بيتكلموا في الانفستمنت. لو انا مثلا بتكلم على الحته بتاعت الانفستمنت في العقارات، فاي حد بيتكلم في انفستمنت غير العقارات فهو ده اندايركت. يعني مثلا في حد بيتكلم ازاي تستثمر في البورصه، ازاي تستثمر في البيتكوينز، ازاي تستثمر في الدولار مثلا وما الى ذلك، اي حاجه بقى ليها علاقه بالانفستمنت انا ككلاينت هفكر فيها تمام غير العقارات، فدي حاجه اندايركت. طب اي حد بينفست او بيتكلم عن انفستمنت في العقارات فده دايركت. مظبوط تمام. كنت سالت سؤال انه في الاول نركز على تشانل واحده بس ولا طالما بعيد الموضوع لازم نركز على كل البلاتفورم، حتى لو انا مش هنزل عليها كونتنت عشان اليوزر نيم بتاعي وعلشان الايدنتيتي بتاعتي، فلازم انا اكون متواجد على كل البلاتفورم. احيانا بتطلع بلاتفورم احنا مش عارفين البلاتفورم دي ايه اصلا ولا طالعه لايه ولسه ما درسناهاش ولا عملنا فيها اي حاجه ولا عارفين هنشتغل عليها ولا لا، بس نخش نحجز عليها اليوزر نيم ونحط عليها الايدنتيتي بتاعنا وركنها على جنب هنحتاجها نشتغل عليها، بس اشتغلنا عليها اوكي، ما اشتغلناش خلاص احنا موجودين في البلاتفورم. تمام. حضرتك قلت ان في حاجات ممكن توقع البيرسونال براندنج في يوم وليله وان هي حاجه لازم تبقى مستمره طول الوقت، معنى كده ان لازم يبقى في كونتنت ببوش كونتنت يعني ديلي كونتنت ده حاجه طبعا حاجه اساسيه. انا لازم كل يوم، يعني في ناس شغاله بيرسونال براندنج بيجي فترات بيبقى 3 بوستس بير داي، خصوصا كمان لو بيرسونال، لو شركه ممكن مش لازم، انما كبيرسونال خصوصا كمان في الاول. تمام. في ناس تانية بتشتغل في حاجه باستراتيجي مختلفه، تمام، لان هي برضو استراتيجي. في ناس بتقول مثلا ايه، انا هنزل حد وثلاثه وخميس الساعه 8 خلاص. أيوة. ده ميعاد ثابت مش بينزل كل يوم، بس الناس بتابعاه حد ثلاثه وخميس الساعه 8 ما ناس كده يوم الجمعه الساعه 9 مثلا اوكي. فخلاص دي حاجه اساسيه ثابته، ميعاد مخصص الناس بتتابعه. تمام. فخلاص انا ممكن نشتغل على دي بس، تمام، مع الوقت خلاص الناس بتبقى متابعه الجزء ده، ومع الوقت هتلاقي الناس هي بتوجهك. يعني فور اكزامبل مثلا احنا بنشتغل على اللايف ده مثلا من زمان جدا، تمام، مع الوقت بدات الناس تقول احنا محتاجين اللايف ده نشوفه بعدين عشان يوم الجمعه ده مش فاضيين، فبدانا نشتغل على اليوتيوب، وبقى الـ 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 كل الحاجات بتتريكورد وترفع يوتيوب. تمام. الفتره الجايه مثلا الناس بتقول ان احنا محتاجين نسمع اكتر، خلاص الحاجات دي هتتريكورد مثلا فويس وتنزل از ساوند، الناس محتاجه تسمعها ساوند، ماشي، تشوفها ماشي، تحضر ماشي كده، فهتلاقي الاودينس نفسهم هم بيوجهوكي. ايوه تمام. وديلي كونتنت مثلا لو مشينا على ديلي كونتنت بيبقى الاوبجكتيف اكتر، يبقى انجيجمنت وكده، مظبوط؟ والاوبجكتيف، بصي هقول لك على حاجه، الانجيجمنت مش هي التارجت الحقيقي، تمام، اللي في ناس كتير بتجري وراه. الانكم بقى اللي تابع اصلا بالبيرسونال براند، هو اصلا بيعمل بيرسونال براند ليه؟ عشان يعمل انجيجمنت ويبقى انسان معروف. في ناس بتعمل بيرسونال براند كده بس، تمام، ولا هو مستني منها فلوس ولا مستني منها ايه بالظبط؟ وبناء عليها يعني مثلا يعني عشان يبقى يعني زي انفلونسر كده مثلا، يبقى في ايفنتس بيحضرها او كده يعني. تمام. مبدئيا ما تستنيش ده في اول 6 شهور، ده مبدئيا. تمام. ثانيا لازم بقى نشتغل على ده بشكل مكثف جدا جدا جدا، تمام، وبناخد عليه بقى الشغل بتاعنا بير داي، يعني كل يوم كده بننزل كونتنت، مش لازم الكونتنت بقى يتعمل فيديو وفوتو ومعنى. ممكن يكون تكست عاديه جدا، ممكن يكون بس احسن حاجه اكتر حاجه ممكن بتكون بتبقى سهله الفيديوز، خصوصا على انستجرام برده وفيسبوك، يعني انستجرام اكتر ريلز وكده، صح؟ لو هي فيديوز من غير ايديت،
ريل يعني. في ريلز اديت، يعني انا الفيديو بينزل بيبقى معمول عليه الاديت بتاعه، سواء لايتنج، سواء ديزاين صوره كباك جراوند، ايا كان بقى تمام. فممكن في ناس بتشتغل من غير اديت تمام، فعلى حسب انت محتاج تطلع بأنهي صوره بالظبط. تمام. هل لازم في البيرسونال براندنج يبقى في كونسبت، زي مثلا لو جينا مثلا ادينا مثال زي الدحيح مثلا، زي يعني الناس اللي معمول لها بيرسونال براندنج، لازم يبقى في كونسبت شغالين بيه زي الكتاب ما بيقول، زي الناس دي كده؟ لازم يكون في مسج بوصلها بشتغل عليها، اه لازم لازم يعني. امال انا هعرف انت دلوقتي لو احنا مثلا الدحيح مثلا، مفيش كلمه الدحيح، هو ما بيتكلمش في حته الدحيح، هنذكره لا بايه؟ اه يعني، لا يعني هو الفيديو بتاعته بقى الناس اللي بتذاكر، اللي بتجيب المعلومة من مش عارف ايه، فيعني دحيح يعني ممكن يكون بيدي معنى كلمة بص اقول لك الدحيح على في حاجه، الفيديو. هو لازم يكون بيعلم مع الناس بحته معينه. اه يعني مثلا هو ممكن ده يكون معلم مع الناس ان هو الدحيح، خلاص هو معلم مع الناس بالاسم نفسه تمام، لانه هو الدحيح معلم بالناس بطريقة فيديوهاته والباك جراوند اللي بيبقى فيها الفيديو، الخيار اللي بيمسكها يعني على طول مثلا والحاجات دي. هقول لك على حاجه، في مثلا فيديوز طلعت الفتره اللي فاتت بتاعت بنت انا مش عارف اسمها ايه تمام، بس هي بتتكلم في حاجه اسمها ماذا لو، اه انا عارفاه. اه حلو جدا. طب احنا ما نعرفش اسمها، بس هي خلاص احنا مع البيرسونال ده، مع الشخص ده تمام. في حد بس هو تاني، كده بيرسونال براندنج، احنا ما نعرفش اسمها. حلو جدا، بس هو بيبراند نفسه بحته معينه، مش كبيرسونال براندنج، احنا بنقول كبيرسونال براندنج، شخصيه براند. الشخصيه دي بقى ممكن تكون معروفه باسمها، معروفه بمواقفها، معروفه مش عارف ايه. زي مثلا ممكن تلاقي حد مثلا هقول لك مثلا يكون حد عمل حاجه كويسه جدا جدا وبقى براند تمام، بس احنا مش عارفين الشخص ده، احنا عارفين صورته بس مش عارفين اسمه تمام. هي بتعتمد على نفس الاطار ده. طب حاجة من وجهة نظرك، ان احسن ان البيرسونال براندنج يبقى باسم الشخص، ولا يبقى اسم زي ماذا لو الدحيح والحاجات دي؟ ده بيبقى على حسب الانتنتيتي اللي هو بيشتغل بيها، هو محتاج يظهر باسمه واليوزر ولا بيشتغل على مسج معين، لكن باسمه افضل. ليه بقى؟ باسمه افضل مع الوقت ممكن يتوسع. يعني مثلا انا دلوقتي بتكلم في الماركتنج، ممكن التارجت بتاعي ان كمان سنتين اكون متوسع اكتر، مش ماركتنج وبيزنس ايوه تمام. لا احنا بنتكلم دلوقتي مثلا كماركتنج مانجر او كماركتنج كوميونتي، فدي حاجه موحده تمام، خلاص انا مش هقدر اغيرها. بس الاسم لما يكون كبيرشا ممكن نتوسع مع الوقت، مع العلم ان انا لو احافظ على محصرش نفسي في اسم معين او كونسبت معين بالظبط، يعني. مع الوقت كمان ان انا ما اختصرش ان الناس تكون حصراني ما تنسانيش في الحته اللي انا بتكلم فيها. يعني ما كنتش مثلا بتكلم في ماركتنج ومره واحده اروح افتح اتكلم على الاتش ار، ف ازاي تمام. طب هو ما لو بيتكلم في ريال استيت ايوه كويس، حاجه جبت النقطه دي. يعني هو الشخصيه دي بتتكلم ريل استيت وبيزنس في العموم، فكده مش حاجه الطف حاجه يعني، المفروض لا اركز مش على قلت الحته في حاجه، واحده. هو بيتكلم كبزنس يا ريال استيت، يا اما يتكلم ريال استيت بزنس بس، ما يروحش يتكلم كبزنس عن الاي كوميرس، ما يتكلمش بزنس عن اه مثلا يعني يربط البيزنس بالريل استيت. هو بيحط نفسه في حته معينه ايوه صح، تمام. كنت وفي نفس كنا الوقت لسه برضه في نفس الوقت برضه لازم يكون حاطط نفسه في حته معروفه، يعني في حته معروفه. يعني مثلا زي ما كنا بنتكلم في الاول كده خالص عن ايلون ماسك، لو كان رابط نفسه مثلا بستيلا تمام، طب ستيلا دي وقعت، لا هو واخد حته في تويتر، مشتري اصلا 9% من تويتر تمام. لو هو مثلا بيعمل براند بتاع الاعمار الصناعيه مثلا حاجتك فاهمه، انما كبيرسون هيقدر يتوسع بشكل اكتر ايوه مظبوط تمام. تمام. شكرا اوكي جدا. تمام. خلينا كده نشوف في حد تاني عنده سؤال. منى تقريبا عايزه تكمل. اه معلش، هو الكونكشن عندي فصل ورجعت تاني. لا لا ولا يهمك. حضرتك كنت انا وقفت معاك عند اعلانات جوجل تمام عن الاون اه ان انا بستهدفه اذا كان اونر او اتش ار او كده. يعني معلش فكرين كده، مش فاكر قولي تاني كده. اللي المفروض هيبلغ صاحب العمل ده بالبرودكت بتاعي هو بيشتغل ايه في الشركة، اونر او اتش ار او كده. بالظبط، فانا بشوف الـ الشخص ده مين بالظبط، فانت محتاجه تشوفي التارجت اودينس سبيسيفيك
مين بالظبط، تمام؟ وغير الاودينس اللي انت محتاجه تشوفيه، محتاجه كمان تشوفي طبيعه الاودينس دول بيتعاملوا ازاي، اقدر اوصل لهم ازاي. طب مثلا البروجكت نفسه، صاحب البروجكت او الشخص اللي انا شغاله معاه على البروجكت ده، هو اصلا بيجيب اودينس منين، او الناس اللي اشترت منه قبل كده طبيعتها كانت عامله ازاي وما الى ذلك، فاهم قصدي؟ فانا لازم اشتغل على ده، لازم انا اشوف الاودينس واشوف بيتحركوا ازاي عشان اقدر اشتغل عليهم يعني. طيب هو أنا لو هعمل إعلانات مثلا على سناب شات هستهدف فيها كذا دولة، فالأفضل إن كل دولة حد يتكلم بالفيديو في كل دولة بلغتها، ولا يبقى كله إنجليش عام؟ كل طب لا، لازم طبعا على حسب اللغه بتاعت الاودينس نفسهم، يعني لغه الاودينس ايه بالظبط، ابتدي اشتغل على ده. مش هينفع ان انا اشتغل على اودينس هم اصلا بيتكلموا لغه وانا مترجمتهم بلغه تانيه، لازم طبعا يكون في لغات اللغه على حسب الاودينس. انا ممكن اكون بكلم الناس اللي موجودين في الفلبين بس بيتكلم المغتربين اللي هناك، ممكن اكلم الناس العرب اللي موجودين في لندن، فانا لازم الاودينس بيتكلم ايه واتكلم. لو بيتكلم هندي في مصر، لا هكتب كونتنت هندي. فبصي امشي ورا الاودينس نفسهم بيعملوا ايه، الاودينس فين وامشي وراهم. طيب بالنسبة إن الأفضل أخلي يبقى فيه فويس في الفيديو ولا يبقى كتابة؟ اخلي فويس في الفيديو ولا كتابة؟ أخليه تكست الكونتنت ولا أخليه فويس؟ مش فاهم، يعني أنا يعني بقول الكونتنت اخليه تكست ولا اخليه فيديو؟ نعم، يعني الكونتنت قصدك اخليه تكست وخليه، ولا اخليه فيديو، ولا اخليه ايه؟ هو فيديو بس إيه؟ ولا خليه صوت؟ بصي برضو على حسب طبيعة الاودينس، الاودينس دول ايه بالنسبة لهم، لكن اوفرول نورمال بشكل عام الفيديو احسن. دي نقطة. النقطة التانية، الفيديو اللي مكتوب فيه تكست تمام على حسب اللغة بيبقى افضل، لان معظم الناس او في ناس كتير جدا جدا، كان في احصائية قريتها قبل كده بس مش فاكر الرقم تحديدا، ان الناس بتشوف الفيديو من غير ما تفتح الصوت، وهي بتسكرول كده بتشوف الفيديو، في ناس بتحب تقرا الكلام. فهمت قصدي؟ طيب كنت عايزة حاجة لإعلانات اليوتيوب، حاجة ايه؟ حاجة أنا الإعلانات اليوتيوب مش واو فيها، فعايزة حاجة تساعدني. خلاص لو كده ممكن المرة الجاية نتكلم إعلانات يوتيوب. يعني ممكن المرة الجاية نتكلم إعلانات يوتيوب، مفيش أي مشكلة. لكن هقول لك على حاجة، حاولي على قد ما تقدري تعملي تشيك على البلاتفورم نفسها، من البلاتفورم اللي بنتكلم فيها. يعني البلاتفورم دي مثلا بتتكلم عن الايه، يعني لو انت بتتكلم على اليوتيوب يعني، فاشوف اليوتيوب نفسه تمام بيحكي عن نفسه في ايه، تمام، وبناء على ده ابتدي اشتغل على النقطه دي. يعني مثلا انا دلوقتي المفروض عايز اشوف فيسبوك، لان انا مش احسن حاجه في فيسبوك. قبل ما ابتدي اخد كورس او اشوف فيديو او اي حاجه، ابتدي ادخل على البلاتفورم نفسها، ومن خلال البلاتفورم دي ابتدي اشوف البلاتفورم نفسها بتتكلم عن نفسها ازاي، البلاتفورم بتقول ايه، وبناء على هذا الاساس ابتدي اشتغل، وابتدي اشوف بقى انا اطور من نفسي ازاي. طب اخد كورس، طب انا فهمت، طب ما فهمتش وما الى ذلك. فانت بتبتدي من اليوتيوب، بتدخلي على جوجل تشوف يوتيوب نفسه بيتكلم عن نفسه ازاي، تمام؟ تمام اوكي. طيب بالنسبة للكلاينت، هو كان طالب قبل أي اتفاق وقبل أي حاجة، طالب إن هو عاوز يشوف السيرش بتاع العملاء، البلان اللي هشتغل عليها، الاستراتيجية، الميديا بلان اللي هشتغل عليها، فأنا ما كنتش حابة أبعت له الكلام ده غير لما يبقى فيه اتفاق رسمي ويبعت جزء من المفروض يبعته، فكنت بعته لحضرتك على الواتساب على الكلام ده. بصي هقول لك على حاجه، اولا لازم الناس، لازم الراجل اللي انا اتفق معاه اتفق معاه على الاستراتيجي، اوكي؟ بعد الاستراتيجي ياخد، ونتفق وندفع وناخد جزء من الفلوس ونمنع الكونتراكت، ياخد الاكشن بلان. انما انت هتاخد الاكشن بلان على اي اساس وانت ما فقتش على الاستراتيجي؟ انا دلوقتي بقول لك ان انا عشان اعمل الشغل ده هنعتمد على 1 2 3 4، تمام؟ هنعمله ازاي؟ ممكن في ميتنج،
تمام، يقول خلاص ندخل ميتنج واقول لك هنعمل ده ازاي بالخطوات وخلاص على كده، تمام. وتبتدي ان انت تشتغلي معاه على هذا الاساس، بعد ما نبني بقى ابعت لك الاكشن بلان بقى ونبتدي نشتغل سوا، انما انا هقول لك اكشن ازاي واحنا اصلا مش متفقين معايا؟ تمام. بس تمام، اوكي، شكرا. اوكي تمام، خلينا كده نشوف. محتاجه تطبيق عملي للاستراتيجيات بتاعتك، قلت لك فكريني الخميس ونطبقها جمعه، صح؟ انا فاكر ان انا قلت حاجه زي كده، تمام، لان انا بيبقى على حسب يعني الناس محتاجه نتكلم في ايه ونبتدي نشتغل، فانا يعني يعني حاولي تفكريني بس ونبتدي نشتغلها عادي جدا، تمام. كده احنا عندنا اليوتيوب وعندنا الاستراتيجي، خلاص هفكرها حضرتك انت، خلاص باذن الله. في جروب واتساب بينزل فيه لينك زوم؟ لا هو بص انا اصلا مش عندي واتساب، تمام، انا بس ساعات بعتمد على الواتساب بتاع التيم وخلاص، لكن احنا في جروب على تليجرام ده اللي احنا بنعتمد عليه، وفي الجروب بتاع الجروب بتاع الفيسبوك، تمام، او البيج او الاكونت وما الى ذلك، تمام. رسالتي انا مش عارف الرساله ايه، فين؟ عايز اعرف ازاي احرك العملاء، يعني في جروب فيه عدد مش اقل من 250 عميل، مع ذلك بحسهم مش مهتمين، اخليهم يتابعوا ويتكلموا ويطلبوا ازاي غير وقت العروض؟ بص اقول لك على حاجه، اول حاجه انا عايز اسال سؤال، هل البوست اللي بينزل على الجروب من بيرسونال اكاونت ولا من بيج؟ لو بينزل من بيج فالريتش هيبقى اقل بكتير جدا، فانا نصيحتي، تمام، انا مش عارف في جروب واتساب ده مش فاهم، فانا نصيحتي ان انت لما تنزل في جروب، تمام، از فيسبوك، نزل من بيرسونال اكاونت، طبعا يكون لي ريليتد بصفحه الشركه او صفحه البرودكت اللي احنا بنشتغل عليه، دي اول نقطه. ثاني نقطه، هل ال 250 دول عملاء فعليين؟ لو عملاء فعليين حاول تنتراكت وتعمل كومبيتيشن، الجروب لازم يحصل عليه مسابقات، كل ما كان في مسابقات كل ما الجروب يقوم، كل ما كان في مسابقات كل ما الجروب يقوم، تمام. عمر اشتروا بالفعل مسابقات، وش نشتغل مسابقات، الكومبيتيشن دي هتخلي الناس تشتري، وحاول تعمل مسابقه يكون نتيجتها اخر الشهر، يعني مثلا على مدار 4 اسابيع كل اسبوع هنعمل حاجه معينه، الحاجه دي الاسبوع اللي بعديه، فده هتخلي الناس تتابع معاك، تمام، وحاول تفيد الناس، دي نقطه. النقطة الثانية، ممكن تخلي الناس هي اللي تسأل على الجروب وهي اللي تكونكت على الجروب لو انت مش هتقدر ان انت دايما تنزل بوستس على الجروب، تمام؟ طيب ايه تاني؟ في حد تاني عنده سؤال؟ مش عارف، تمام. لو سمحت يا محمود، معلش. لا معاكي، قولي. بالنسبة للاستهداف، صح ان انا اخد الاستهداف بتاع تويتر هو نفسه استخدمه في سناب مع اختلاف التفاصيل اللي جوه؟ نفس الاستهداف، هو انا نفس الاودينس دول موجودين هنا وموجودين هنا، ابتدي اشتغلهم عادي، مفيش اي مشكله يعني، بس لو الناس دي هي نفس الناس اللي انا مترجتها، ماشي، ابقى عامل تشيك واشوف واتاكد. بس هو بالنسبه لتويتر الاستهداف متوسع، وان انا مثلا لو بستهدف اجهزه، انواع الاجهزه وانواع الشبكات اللي بيستخدموها، فانا التارجت عندي واسع في كذا دوله، فان انا استخدم انواع الاجهزه وانواع الشركات والكلام ده. يا 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 يا, يا منى، افهمك حاجه، انت محتاجه ورقه وقلم فعليا والله، وتبتدي تبني ستراكشر للموضوع بشكل كبير، يعني انا دلوقتي دي كده كامبين كامله مش مجرد اعلان، يعني المفروض اعمل ايه؟ اجيب ورقه وقلم كده وابتدي اشوف انا محتاج اتارجت ريال استيت في الدوله اكس، حلو جدا، هنزل بقى من دوله اكس ده شخصيه العميل ايه؟ العميل ده عباره عن 1 2 3 4 متواجد على انهي بلاتفورم؟ 1 2 3 4، وابتدي انزل بالاستراكشر ده تاني، ومن الاستراكشر ده ابتدي اشتغل على هذا الاساس، مش هينفع ان انا اشتغل كل اد كده على حده، يعني انا لازم اشوف الكلاينت وابتدي انزل اشوف من البرودكت ده مجموعة الكلاينت ايه؟ والله ده كلاينت واحد وده الكلاينت اثنين وده ثلاثة، طب الكلاينت رقم واحد ده موجود على بلاتفورم واحد واثنين وثلاثة، طيب الاعلانات بقى البلاتفورم دي هشتغل على كامبين تتارجت الناس دي باللغة دي،
دي كده كامبين لوحدها اصلا لتارجت اودينس مختلفين. طب الكامبين الثانيه حتى لو بلاتفورم متشابهه، يعني الاودينس دول رقم اثنين متواجدين على نفس تويتر مثلا اللي كانت موجوده، فانا هبتدي اشتغل عليهم لوحدهم وابتدي اشوف مرحله الكلاينت الغريب اللي انا برسمه في كل مقابله دي. الكلاينت ده لما هيجي هيخش، هخش على اي بلاتفورم، محتاج اني كونتنت، وهياخد الكول تو اكشن ازاي. فانت محتاج تشتغلي على الموضوع بشكل مرتب بشكل كبير، مش مجرد ان انا بعمل كامبين. اوكي انا عملت كده، بس هو مشكلتي ان انا مش عارفه اظبط التارجت بتاعي في المستثمر اللي انا عايزاه. حلو، سيبك بقى من التارجت خالص، ثانيه بقى كده، سيبك من التارجت خالص. احنا دلوقتي مش بنتكلم على التارجت ولا ليه دعوه بالتارجت خالص. قبل التارجت شوف البيرسونا اللي انت بتارجتيها اصلا، الناس اللي انا بتارجتها اصلا مين، يعني مين الناس اللي انا بتارجتها. يعني انا محتاج اشوف الناس اللي انا بتارجتها مين الاول. يعني انت ابتدي اقري عن الكلاينت بتاعك، العملاء اللي انت تارجتيهم مين بالظبط، وابتدي تشتغل على هذا الاساس، وبعد كده ابتدي تحوليهم لتارجت، انما ما تفكريش فيهم على اساس ان هم تارجت. فاهم قصدي؟ مش عارف بقى خرجت ولا معانا ولا مش عارف. لا انا سمعت، لا مش فاهمه مش توصل ايه بالظبط. تمام، فبس انت محتاجه تدرسي الكلاينت الاول. تمام حضرتك، انا لسه سامعك، اهو قولي كده تاني. وانا حضرتك انا سامعاك، وانا يعني معظم الخطوات اللي انت اتكلمت عنها دي انا خلصتها تقريبا. تمام، وحبعتها لحضرتك، بس تمام. هي مشكلتي بس في كانت وصول التارجت. المشكلة في ايه؟ لان انا في التارجت، لاني بص كذا دولة وكذا لغة، وهو وصح ان انا اعمل كل بلاتفورم او كل دولة كونتنت مختلف، ولا اوحده، ولا ايه الدنيا؟ ما انت محتاجة تعملي ستراكشر للكلاينت من الاخر، لازم تعملي ستراكشر. لو انت عاملة ستراكشر هتبقي عارفة اجابات الاسئلة دي كلها. يعني انت دلوقتي انا عندي دوله الفلبين مثلا، دوله الفلبين دي انا بتارجت منها مين؟ طب الناس اللي انا بتارجتها دي بقى موجودين على اي بلاتفورم، واكلمهم باني لغه، وابتدي اشتغل على الناس دول بس، بعد كده اروح للدوله اللي بعدها وابتدي اشتغل على الدوله اللي بعدها، مش هشتغل كل ده مع بعض. وانا اشتغلت مع بعض بسبب ان انا بكتبه عندي بالاكشن بالميديا بلان اللي انا هشتغل عليها، لكن انا مش هشتغله كله مع بعض، لا انا هشتغله على مراحل. طيب حلو، يبقى انا بقى اول مرحله بتاخدي الدوله وتبتدي تقسميها وتبتدي تطلعي الاودينس اللي فيهم وتقسميهم كل اودينس لوحدهم، مجموعه التارجت اودينس لوحدهم، وتحط لهم البوزيشن بتاعهم باللانجوج بتاعتهم بطريقه الشغل بتاعتهم. عشان تخلصي من التفكيكه الكبيره دي كلها. تمام. طيب اخر سؤال بالنسبه للميل ماركت، برضو ان انا هي هتبقى رساله لشركه، فهو بعمل له برضو فيها سيلز فانل، ولا بتبقى مجرد ايميل ان انا بعرف؟ لا بيتعمل له سيلز فانل براحته كبيره جدا، عشان اشوف انا بعت مثلا ل 1000 واحد، ال 1000 دول وصل ل 500، ال 500 فيهم 400 فتحوا الميل، ال 400 فيهم 100 خدوا اكشن، ال 100 دول فيهم 10 اشتروا، ابقى انا فاهم. لازم تحصل، لازم يكون في ستراكشر وفزلز فانل ليها كمان. تمام؟ اوكي تمام. طيب في حد قال لي خطر ربط الاسم بالمنتج، لان لو المنتج وقع الاسم نفسه هيقع، هل ده صح؟ اه صح، بس ممكن اربط الاسم شخص بتاع الشخص نفسه بالسيرفز اللي انا بقدمها، لكن يكون عندي منتجات مختلفه واكون متاكد ان المنتج ما يقعش وابتدي اشتغل على المنتج واطور فيه. تمام، حته ان المنتج يقع دي الا بقى لو انا بربطه بمنتج مش احسن حاجه، يعني مش احسن حاجه في الكواليتي يعني. تمام، محتاجين ترشيحات في التسعير، يعني ايه مش فاهم.
مش عارف يعني ايه تحليل ترشيحات في التسعير. فاطمة عايزة تسأل سؤال. ده حقيقي، أنا عملت إعلان ممول تقريبا على الصفحة، كان في حد عاملهولي. عملت تقريبا على مدار مثلا 10 أيام عملت إعلانين. أول إعلان ما جابش أي نتيجة نهائي نهائي، كنت مترجتة نساء ورجال، وكنت مترجتة أنا من الشرقية، مترجتة الشرقية ومحيط الشرقية، ما لقيتش أي نتائج خالص. فبدأنا نعدل في الإعلان، فبدأنا نجيب الأماكن القريبة من الشرقية زي مثلا بنها، زي المنصورة، زي منيا القمح كده. بعدين برضو ما لقيناش أي نتائج، وسعنا أكتر للقاهرة. ما جاليش ولا رسالة في الإعلان الأولاني غير تقريبا رسالة واحدة، وما كانش في أي تعليقات، واللايكات كانت شبه ضعيفة جدا، اللي هو مثلا بنتكلم في 10 لايكات 5 لايكات، والإعلان كان متمول ب500، والمفروض ان احنا كنا عاملينه بيصرف في اليوم في رينج مثلا 50 جنيه. تمام معايا؟ معايا. بالنسبة للإعلان التاني كان منتج تاني خالص، انا اصلا منتج بتاعي او البراند بتاعي فانيليستا، المفروض ان انا بعمل شغل حلويات، ويعني او الفكرة بتاعتي ان انا بمسك اعياد ميلاد وكده. فالإعلان التاني كنت بموله بنوع حلويات تاني مختلف، حلويات لرمضان وكده، اللي هي الكنافة وكده، وده السوق أصلا بتاعه، فهو نازل في وسط طبعا منتجات كتير جدا جدا. بس أنا نازلة بصور بروفيشنال برضو، نازلة بشغل كويس جدا وديزاين حلو ومحتوى. معرفش، أنا مش هقدر أقيم إذا كان المحتوى كويس ولا لأ اللي مكتوب، ما عنديش خبرة قوي في حتة المحتوى. بس الإعلان ده برضو ما جابش أي نتائج نهائي. قعد 3 أيام، صرف تقريبا في ال3 أيام 280 في الرينج ده، ما جابش أي حاجة خالص، ما جابش برضو غير رسالة واحدة أو رسالتين، والكومنتات يجي 4 كومنتات. عايز أعرف المشكلة فين؟ المشكلة في صفحتي أنا، ممكن يكون عندي مثلا الفيسبوك شايف إن الصفحة بتاعتي مثلا بقالها فترة مثلا ما بتشتغلش كتير، هي فعلا بقالها فترة ما كانتش بتشتغل، أو أنا كنت بشتغل مثلا شهر بعدين أوقف، بعدين أوقف شهر أو شهرين، بس ما كنتش بقعد أكتر من كده. فهل ممكن يكون الفيسبوك مثلا يعني حط ليا مثلا درجة يعني انه ما يخليش يبقى فيه تفاعل اكتر، او خلاص قيم الصفحة دي بان هي حاجة، ان هي ضعيفة، ان هي مثلا ما بقتش تشتغل زي الاول كده، ولا ايه؟ بصي هقول لك على حاجة. مبدئيا كده في معلومة اساسية كده دايما بنقولها، ان العيب مش من الفيسبوك، دي اول حاجة. تاني حاجة، الفيسبوك في الالجوريزم بتاعت الاعلانات، الاكونت الاعلاني، الحساب الاعلاني، لما بيتعمل منه اعلانات فاشله اكتر من مره، الريت بتاعه بيقل، فبيجيب نتائج اقل باسعار اعلى. دي تاني معلومه. تالت معلومه، ما ينفعش اي حد يحكم على طبيعه اعلان نجح وفشل بسبب ايه من غير ما يشوف الارقام ويشوف الداشبورد بتاعت الاعلانات، ويشوف التارجت، ويشوف المحتوى، ويشوف الصور. الموضوع بيحتاج تفتيش كتير عشان نوصل للمشكله فين. تمام. حاجه كمان، لو انا عامل اعلان علشان اجيب مبيعات والناس مش عارفاني، محدش بيشتري حاجه هو مش 50% انترستد بيها على الاقل. دي اول نقطه. تاني نقطه، ما يكونش عنده باك جراوند او سال ويفهم هل انتوا ناس تراست يشتري منكم ولا لا. تمام. المبالغ دي ممكن تكون قليلة بالنسبة للمنافسين بتوعي في السوق. تمام. ممكن يكون ده مش السيزون. تمام. في مليون ألف تعليق واناليسز، ممكن تكون أو ممكن تكون لا. تمام. بس لازما عشان أي حد يأناليسز لازما يشوف الأرقام بتقول إيه، إنما اناليسز من غير أرقام بيبقى أي كلام. فبس الاحتماليات اللي بقولها طيب حقيقية وواردة، ممكن تكون فيها. تمام. الكرياتيفيتي هل مظبوطه ولا لا؟ انا طلبت تقييم، انا طلبت نتائج من اللي عمل لي الاعلان، وبعت لي فعلا قال لي على فكره في نتائج كويسه جدا، الناس شافت الصور، كان في الناس ضغطت
لينك الانستجرام بتاعك، فكان في يعني كان في منهم، بس ما كانش في رياكشن منهم، يعني ما خدوش رد فعل البيع. هقول لك على حاجه، التارجت اصلا من الموضوع ان انا ابيع، صح؟ اي حاجه غير البيع انا ملهاش اي لازمه. انا التارجت بتاعي ان انا اجيب فولورز، اي مبيعات تحصل ملهاش لازمه. انا التارجت بتاعي ان انا اجيب 20 مسج، اي تارجت غير ال 20 مسج ملوش لازمه. التارجت ايه وتحقق ما تحققش، يبقى اي حاجه ملهاش لازمه. الناس دخلت على دخلت كليك، حلو جدا، طب انا استفدت ايه؟ صباح الخير. تمام، الناس مش عارف بالظبط كده. تمام، انا برضو انا ماشي، الناس ضغط كده، انا برضو استفدت ايه؟ انا مش عامل اعلان عشان اجيب كليكات، انا عامل اعلان عشان اجيب مبيعات. تمام، طيب هل الناس دي بقى ما اشتريتش ليه؟ هي دي المشكله اللي احنا بنفكر فيها. الناس ضغطت كليك، طب الناس لما ضغطت كليك ضغطت كليك على ايه؟ على الاعلان. طب دخلت شافت الاعلان، ممكن تكون شافت الاعلان وقالت لا الاعلان وحش انا مش هشتري من الناس دي. شافت المنتج قالت المنتج وحش مش هشتري من المنتج ده. شافت السعر وحش قالت انا السعر ده غالي عليا مش هشتري من المنتج ده. شافت ان انتوا عندكوا ريفيوز مثلا حلوه او وحشه او ايا كان، او ادت مثلا خدت ريفيو من اي حد، صاحبها صاحبتها صاحبه ايا كان، قال برضه مش هشتري المنتج ده. في اسباب كتير جدا جدا ممكن ما يكونش اصلا ليها دعوه بالاعلان، يعني ممكن يكون الاعلان كويس والراجل عامل اعلان زي الفل جدا، بس في اسباب تانيه. تمام، عشان كده دايما بنفرق ما بين الشخص اللي شغال ميديا باير والشخص اللي شغال اعلان. الشخص اللي شغال اعلان هو بيران اعلان، بيعمل اعلان جاب نتائج اوكي ما جابش نتائج اوكي، انما الشخص اللي بيشتغل ميديا باير او ميديا باينج او يعني شخصيه الميديا باير لما بيشتغل ميديا باينج ده بيبقى فاهم المشكله فين واناليسيس. لذلك ساعات بتيجي ناس بتكون طيب. عايزه اعلانات، نقول لها احنا مش هنعمل الاعلان ده. طب ليه؟ لان الاعلان ده هيبقى فاشل. فاشل ليه؟ لان انتوا ما فيش اودينس عندكم، ما فيش ناس انترستد، انتوا اصلا البرودكت فيه اسعار ثانيه ارخص منكم بكتير، الشيبنج عندكم مش احسن حاجه، انتوا بتوصلوا للحته دي. فالكل يبقى في اسباب ثانيه اصلا قبل ما التارجت، قبل ما نران الاد اصلا. تمام، فممكن يكون هو الراجل شغال صح بس في حاجات ثانيه مش احسن حاجه، ممكن يكون الراجل شغال غلط، ممكن يكون المنتج ايوه بس هو ممكن يكون شغال صح لدرجه ان ما يجيليش ولا كومنت. ما هو ولا هو شغال يعني بس لايك يبقى مثلا، هو ممكن يكون شغال صح، لكن المشكله مش في الاعلان اللي عمله، المشكله ان هو ما عندوش نظره اوسع، المنتج، المنافسين، الاودينس، في اسباب كتير. يعني هو ممكن يكون عامل الاعلان، طب هل هو شاف الاسعار في السوق عامله ازاي؟ هل الاسعار مناسبه ولا لا؟ ممكن يكون الناس اللي بتخدت اكشن دي هم الاودينس اصلا ولا لا؟ اصل انا ما اقدرش احكم، لكن ممكن يكون المشكله عنده او عند حد تاني، او انا ما اقدرش اقول لك. لكن انا اللي اقدر اقول جمله واحده، انا دلوقتي عامل اعلان هدفه ان انا ابيع، حلو، طب انا متفق على كام بيعه؟ والبيعه هتكلفني كام؟ يعني انا دلوقتي ممكن كمان ابيع وابقى خسران، يعني ممكن دلوقتي اعمل اعلان ب 200 جنيه والمنتج اصلا بعت قطعتين، القطعه اصلا الواحده اللي انا بايعها مكلفاني مثلا 30 جنيه ومكسبي منها 5 جنيه، فانا اصلا اللي هو ما كسبتش برضه، انا خسرت. تمام، انا بعت وخسرت. تمام، فانا لازما ولما اجي اعمل ادز ايا كانت ايه هي، اكون محدد انا هبيع قد ايه وهكسب قد ايه وهصرف قد ايه. تمام، فلازم اكون محدد الكلام ده. طيب انا شايفه حضرتك بعدت تماما ان المشكله ممكن تكون من الصفحه، ممكن يكون من الصفحه، ممكن يكون من البيع نفسه، ممكن يكون من المنتج، ممكن يكون. طيب انا عايزه اعرف، اصل انا شغاله في الصفحه دي بقالي كتير، يعني انا قالوا لي مثلا ان انت ممكن تعملي صفحه جديده علشان لا طبعا مش ده الحل، هي ممكن يبقى فيها مشكله. لا مفيش حاجه اسمها كده. انا عايزه اعرف النقطه دي، يعني انا صفحتي ممكن يكون فيها مشكله. لا مفيش حاجه كده، انا قلت لك المشكله لو في الاد اكونت ممكن هو اللي يكون فيه مشكله، عشان كده نتائجه بتبقى مش احسن حاجه، انما الصفحه ما فيهاش اي مشاكل. ممكن يكون الصفحه فيها مشكله ان هي مش محطوط فيها المنتجات، الكونتنت فيها مش مكتوب مظبوط، انما المشكله مش في الصفحه، انما الصفحه ما فيهاش مشكله. لا ممكن بقى يكون المشكله في حاجه ثانيه برضه، ان الاودينس اللي انا عايزهم مش هم الناس اللي موجودين على الصفحه، يعني ممكن اكون ببيع مثلا فازات بس الناس اللي على الصفحه كلهم انترستد بالاكسسوارز فضه، فاوريدي هم مش مهتمين بالفازات. ايوه انا فهمت حضرتك برضو بتروح في ايه. اصلا انا دماغي راحه في ان الصفحه نفسها فيها مشكله، ان الفيسبوك نفسه هو اللي لا 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 ان, لا إن ده يوصل لا لا. طيب انا الفيسبوك بتاعي الصفحه بتاعت فاطمه، انا فاطمه
بدوي الصفحه بتاعتي المفروض ان هي عليها دين للفيسبوك، عمل لي دين كده يعني قصه كده حصلت من الفيسبوك، راح جاي حاطط لي فلوس في الفيزا يجي 400 او 500 جنيه، وانا بصراحه من ايامها ما سددتش ده، فهل الفيسبوك ممكن ياخد رياكشن في الموضوع ده؟ بص، الفلوس عمرها ما بتيجي على الصفحه، الفلوس بتكون على الحساب الاعلاني، فهيوقف لك الحساب الاعلاني والصفحه شغاله زي ما هي عادي، ما لهاش اي موضوع، ما لهاش الصفحه ما لهاش دعوه بالموضوع ده اصلا. اصل انا عملت ايه، رحت عامله اكونت جديد واشتغلت من عليه، ملوش اكونت اعلاني ولا اكونت ايه؟ اكونت اعلاني. هو هيوقف الاكونت الاعلاني بس مش هيوقف مش هيوقف الصفحه نفسها، وان انا اعمل اكونت جديد واشتغل عليه، ما دي برضو حاجه مش كويسه، لان انت كده كده شغاله من اي بي واحد، فالاي بي ده عليه اكتر من اكونت، من ضمنهم اكونت الفلوس عليه فلوس، فهتبقى برضو مش احسن حاجه، وفي نفس الوقت هيكون ليكي ليميت اقل في الاعلانات، ليميت اقل في الحسابات الاعلانيه. تمام، يعني تقصد اني لازم اسد الفلوس دي علشان خاطر ما ياثرش على الاعلانات. تمام. وممكن برضو المشكله ما تبقاش هنا، مال ممكن المشكله تكون في المحتوى نفسه اللي مكتوب، ممكن تكون في بصي لازما يعني عشان برضو نجيب الخلاصه، لازم يكون في ارقام واناليسيز وحاجات تتراجع علشان نبص على ده، الحاجات دي ايه؟ المحتوى اللي مكتوب، المنتج اللي محطوط، المنافسين، العملاء، طبيعه الاعلان نفسه. تمام تمام، فانت راجع على الحاجات دي تمام. كلها وشوفيها. طب معلش ممكن اسال سؤال تاني على السريع؟ طيب انا دلوقتي انا كنت بتعامل مع حد يعني مع شركه وكده، وحاسه ان في استنزاف شويه في الفلوس، وحاسه ان انا عايزه انا ابدا ارجع تاني امسك انا الصفحه بتاعتي وامسك الشغل وابدا اعمل انا الاعلانات المموله، يعني حتى العنوان اللي حضرتك كاتبه للمحاضره هو بالظبط اللي انا بفكر فيه. دي خطوة كويسة ان انا اسيب الشركة اللي انا بتعامل معاها دي وابدأ انا اشتغل لوحدي واتعلم التمويل وابدأ اشتغل واتعلم من النتائج واطور منها واعمل، بص هقول لك على حاجه، هقول لك علشان انا حاجه مش حاسة كده، ان انا ماشية انت مع معاهم، الشركة انت دي معاهم على خسرانه خطة. سؤال بس، انت معاهم خسرانه؟ طبعا خسرانة فلوس وما باخدش اي عائد حلو، منهم يبقى خساره نهائي، ما بخساره، يبقى باخدش انا هعتبر الفلوس اللي انا بخسرها دي خساره بخساره، هعتبر الفلوس اللي انا بخسرها دي اصلا تمام فلوس بتعلم بيها، يعني انا عملت اعلان ب 200 جنيه ما جابش نتائج، اديني اتعلمت حاجه بال 200 جنيه، ومع الوقت هتبتدي تركزي ان انت تطلعي نتائج احسن، ومع الاستمرارية هتاخد خبرة، ومع ان انت تذاكري. حلو حلو تمام. تمام؟ يعني رأي حضرتك زي ما انا ما بفكر ان انا اسيبهم وابدأ انا اشتغل لوحدي. تمام، بس انت خدي معاهم اكشن في ان انت تفهمي ان مفيش نتائج، ليه المشكلة فين، او انا متفق على ايه، وحاولي توصلي معاهم للفرصة. مش قادرين يحددوا لي المشكله، ما هي دي مشكله معاهم، ان انا دلوقتي انتم مخسريني مثلا فوق ال 700 او 800 جنيه في اقل من 15 يوم، قولوا لي السبب الخساره دي ايه، يعني انا مش عايزه ابيع ل 100 شخص، انا عايزه رياكشن ولو بنسبه 5% او 10%، لكن ده ما فيش خالص نهائي، ولما بسال ايه الاسباب ما بتوضحليش، هم اصلا ما بيبقوش عارفين. لا يبقى كده ده اي كلام بيتعمل، سوري يعني مع احترامي ليهم ولحضرتك، ده كده اي كلام بيتعمل. تمام. طيب انا برضو السؤال التاني اللي كنت عايز اساله، اتقال لي ان انت ما ينفعش الصفحه بتاعتك وهي مش معروفه ان انت تدخلي كده في وسطيهم واول اعلان تبداي تشتغلي عليه هو اعلان البيع، انت لازم تعملي في الاول يعني من ضمن الخطط اللي بتتحط في البدايه انك تعرفي الناس بيكي وتبداي تشتغلي على صح، المنتجات بتاعتك ده وتكسبي كلام صح، ثقه العملاء وتعرفي نفسك بيهم. ده كلام انا صح، اعمل قبل اصلا ما تاخدي عشان البيع عشان الناس مش هتشتري منك. طيب انا البداية دي اشتغل عليها ازاي؟ ايه الخطوات اللي انا ممكن امشي عليها؟ مبدئيا ابتدي اشتغل على المحتوى، ده اهم من الاعلان نفسه، تمام، ان انت تطوري. قول لي حاجة تعلمني ازاي اكتب محتوى، يعني انا مثلا من ضمن برضو الحاجات في المحتوى يقولي لي مثلا اكتبي مثلا سؤال يجذب العملاء، وبعد كده ابدأي مثلا ادخلي بص هقول لك على حاجه، في المضمون التفاصيل. الموضوع بيحتاج دراسه بشكل كبير، لكن خليني اقول لك نفس الجمله اللي قلناها من كذا مره النهارده، الناس بتدور على ايه واكتبي لهم، الناس بتدور على ايه واعملي لهم فيديو، قولي لهم
الاحتياج بتاعهم ده يسدوه ازاي من الاخر. تمام. انت بتبيع منتج، اكيد المنتج ده عارفه اللي بيدور على المنتج ده بيدور عليه ليه او عنده احتياج ايه. انا دلوقتي بدور على اكل هيلثي، حلو، ليه؟ لان انا عايز اخس. تمام. طب خلاص، يبقى انا هبتدي احل، اقول للناس المشاكل دي حلوها ازاي. انا ببيع عقارات، ليه؟ لان انا عايز انفست، معايا فلوس عايز احطها عشان تكبر. فانا انا مش لاقي مشكله للناس في الحلويات، انا منتج ترفيهي، انا مش منتج احتياج، انا منتج ترفيهي بس. احنا ما بنستغناش عن لا، الناس ده كلها بتاكل حلويات، ايه مشكلتكم في حاجه زي دي؟ ده احتياج. ده اتول عمال يفتح كل شويه، وده هيفتح كل ده على اساس ايه؟ بس البراند بقى، تمام، الشكل نفسه، ال حاولي تبيني الاكل نفسه. وهقول لك برضو على حاجه، بما انك يعني قلت لي الاسم نفسه، حاولي تشتغلي على فريلانسرز وناس بتعمل ريفيوز على الاكل، هيبقى افضل بكتير. حتى لو بتبيع اونلاين، حتى لو بتبيع اونلاين اعملي اوردرز لناس فريلانسرز يعملوا عنك ريفيو. تمام. بس مش لازم فريلانسر يعني كبار يغرموكوا كتير يعني. تمام. حاولي ان انت تبتدي تجيبي اراء الناس اللي انت بتعملي لهم اكل او الحلويات نفسهم. حاولي تعملي حلويات بشكل مختلف. تمام. حاولي تشوفي الناس بتدور على الحلويات مثلا بطريقه معينه او شكل معين. اكيد الناس ليها، اكيد الناس دي ليها دخله، لازم، الا الناس مش هتشتري. ممكن اقول حاجه؟ الموضوع ليه علاقه بالحلويات، صح؟ يعني هي ممكن تلعب اكتر على العاطفه بتاعه الاودينس بتاعتها. احنا الحلويات بنجيبها اكتر لما يبقى بنتجمع رايحين لناس، بنودي لهم حلويات، فليها علاقه اكتر بالجو الاسري بقى والتجمعات والمحبه والكلام ده كله. فاكيد برضو الباكج هنا بيبقى ليها عامل، مثلا ممكن نلعب عليها ان هي ممكن تتقدم كهديه يعني، فاهمه؟ ممكن بتلعبي تلعب اكتر على الايموشنز بالظبط. ممكن تلعب على افكار مختلفه، زي بالظبط ما هي قالت، ان انت دلوقتي احنا في رمضان، فالناس اللي عايز يبعت هديه لحد يبعت له صينيه، يبقى مثلا ابعت الحلويات رمضان على الفطور. تمام. وبدل بوكيه الورد، تمام، اللي هو يعني زي فكره بوكيه الورد، يعني لما حد بيعدي حد يبعت له بوكيه ورد، فانت نفسك يعمل اوردر على عنوان معين. تمام. افكار بقى مختلفه. ايوه، في فكره كمان كانوا قبل كده كانوا عاملينها، مثلا ان انت تبعتي هديه لحد وما تذكريش مين الحد اللي بعت الهديه، خصوصا انت اونلاين. فممكن مثلا حد يبعت لك والله انا عايزك تبعتي مثلا صينيه البسبوسه دي، اللي ما تقوليش ان انا، فاهمه؟ عنصر المفاجاه هنا برضو، الناس بتحب الحاجات دي قوي يعني. ولعبي على فما شرايح تخشي مختلفه مثلا بقى. على الشخص وانت مبعوت لك صينيه بسبوسه ومش هنقول مين كده، فاهماني؟ فالموضوع لطيف يعني، في افكار كتير. طب انا هستعين بيك يعني، انا محتاجه منك يا بعض الافكار دي. والله ما فيش اي مشكله، ده يزيد نشر. تسلمي لي، تسلمي لي. طيب انا لما ابدا اعمل اعلانات مموله اعرف بيها الناس، ايه المحتوى بتاعي اللي ممكن اكتبه بدايه؟ الفاليو اللي انت بتديها، انت بتدي فاليو، بتدي امان، بتدي مثلا ثقه، بتدي الحاجه مثلا حقها في الماتيريال بتاعتها. ممكن مثلا تبتدي ان الناس تطلب الحلويات اللي هي عايزاها بالظبط وتروح لها، ايا كان نوع الحلويات اللي هي محتاجاها ايه. عندهم عيد ميلاد، عرفي الناس انت بتقدمي فاليو ازاي. تمام. بتقدمي مثلا مناسبات، بتغطي مناسبات كامله على حسب انت، عرفي الناس بيكي. تمام. تمام. ممكن تكوني ارخص، ممكن تكوني طريقه تغليف بيتي مثلا كده يعني. ممكن تكون مثلا في حاجه كمان، ممكن تكون الناس بتجيب الحلويات من المشاكل، الناس بتجيب الحلويات على حسب كيلو و2 كيلو و3 كيلو وكده. طب ما حاولي تطلعيها على حسب الافراد. يعني مثلا انا دلوقتي انتوا 5، فنطلع الحلويات على حسب عدد الافراد، كل واحد على حسب التشكيله بتاعته، ونطلع له البوكس بتاعه. تمام. فدي تقريبا انا ما شفتش حد عاملها. تمام. عاملها وانا لا، وانا ما اعرفش، بس يعني الموضوع محتاج افكار. تمام. انا دلوقتي بدل ما نجيب الحلويات بتاعت رمضان وتفضل بالثلاث اربع ايام، تمام، لا احنا نجيب الحلويات على حسب اليوم. تمام. وتوصلك كمان صح، انت واخد الحاجه. احنا 5 افراد، كل واحد ليه البوكس بتاعه، خلاص. تمام. وكمان دراسه الكومبيتيتورز يعني هيساعدوك انك تطلعي افكار اكتر للكونتنت بتاعك. بالظبط. قولي تاني يعني ايه؟ مش فاهمه الكلام اللي انت قلتيه.
يعني انت اكيد ليكي منافسين بيعملوا حلويات زيك، يعني انت مثلا الحلويات بتاعتك بيتي، فانت اكيد في منافسين برضو بيعملوا حلويات بيتي، فانت بقى بتخشي بتشوفي طب هو ايه نوعية الكونتنت اللي هم بيقدموها، ايه المشاكل اللي عندهم، انت عندك حلها، فتتكي بقى على الحتة دي، فهماني الاودينس عندهم محتاجين ايه، بيسألوا عن ايه كده يعني. تمام ماشي يا استاذ محمود، تمام جدا. خلاص حضرتك. لا طيب، حد تاني عنده سؤال ولا نكلوز كده النهارده؟ انا عايزه اسال لو في تول بتخليني مثلا اعرف انسايتس معينه للناس اللي مثلا في مجال السيلز او كده، زي في كده تول لفيسبوك اسمها اد لايبراري حاجه زي كده، يعني تخليني اعرف تعرفي المبيعات بتاعت المنافسين، يعني ليه حته ليها علاقه مثلا بيرسون براندنج، عايز اعرف مثلا الاودينس بتوعهم مثلا يعني نوعيتهم عامله ازاي او كده. شوفي الكومنتس بتاعتهم والفولورز اللي عندهم طبيعتهم عامله ازاي. لكن ما فيش تول بتخليني اعرف ده كانفلونسر، ممكن، انما ك يعني في ويب سايت للانفلونسر، انما ك بيرسونال براند مش، لا هو مش الانفلونسر ده، هو يعني هو يعني هو الانفلونسر عشان بيبقى محطوط في قائمه معينه على الويب سايت، فده بيبقى واخد واي مختلف. تمام. يعني مثلا في مثلا براند اشخاص مثلا بس مش محطوطين، يعني مثلا رؤساء الدول، ما دول شخصيات معروفه. أيوة. تمام، لكن دول مش انفلونسر. فاهمه؟ تمام. لو انا هعمل كذا نوع كونتنت، عشان مثلا عندي تو باير بيرسونال مثلا، فهعمل طبعا كونتنت مختلف للباير بيرسونا دي والباير بيرسونا دي، صح؟ فيعني بيبقى الكونتنت مختلف على بلاتفورم، يعني على تشانلز مختلفه، ولا ممكن تشانل واحده ينزل عليها نوعيه كونتنت مختلفه؟ تشانل واحده بينزل عليها اكتر من نوعيه محتوى، عشان على الاقل بعد كده افهم ايه اكتر نوعيه محتوى، اكتر تارجت اودينس بيتاكتف معايا. لا يعني مثلا انا عايزه تارجت اودينس اتعامل معاه بطريقه مباشره، الشباب مثلا، وتارجت اودينس تاني اتعامل معاه بطريقه غير مباشره زي الشركات، علشان بعد فتره يعني ياخدوني مثلا ككونسلتنت، او ان هو ابقى يعني في بزنس ديفلوبمنت مثلا ياخدوا استشاراتي ومش عارف ايه، فده بطريقه اندايركت اصلا. بتتكلمي على اكتر من نوعيه محتوى، بنبتدي نقلب الكونسلت بلان بتاعتنا على حسب طبيعه الشهر ده، هنتكلم على اكتر كام سيرفيس ونقسم على هذا الاساس. كونتنت بلان، يعني نعمل كونتنت بلان مثلا شهر كذا طبعا كونتنت بلان، وبقول ان انا هتارجت فيها الاودينس دول الاودينس دول، وبشتغل على هذا الاساس. تمام، اتفقنا، شكرا قوي. اوكي تمام خلاص. ان شاء الله خلينا نشوف كده المسج. تمام ان شاء الله نتقابل زي ما عدنا كل جمعه. تمام. واشوفكم على خير ان شاء الله الجمعه الجايه، وهنشوف المره الجايه نتكلم على اليوتيوب او نتكلم على الاستراتيجي بلان على حسب الناس هتكون محتاجه ايه. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم الجمعه الجايه على خير باذن الله. تصبحوا